شكرا على الحضور. أهلا وسهلا متابعينا مشاهدينا في كل مكان، وطنية الأولى لبرنامج شكرا على الحضور، حلقة جديدة غدوة 14 جام في غدوة الذكرى الخامسة للثورة. بعد 5 سنين كيفاش ننظروا للخمسة سنوات هذوما اليوم؟ والموضوع هذا باش نحكيو فيه مع ضيوفنا في الجزء الأول وأيضا الجزء الثاني من شكرا على الحضور. باش نحكيو خاصة على الشباب ومشاركة الشباب في الحياة السياسية والمدنية. علاش الشباب غايب أو مغيب؟ شباب اللي تتقال أنه وتوصفوا الثورة بأنها ثورة شباب، علاش هو مغيب وعلاش هو غايب؟ هل فقد الثقة في الطبقة السياسية، خاصة وأنه كان غايب أيضا في الانتخابات الأخيرة التشريعية والرئاسية، أو حاضر بنسب اعتبرت ضعيفة حسب الأرقام الرسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ في شكرا الحضور في الجزء الثاني يكون عنا شاب مستقل، الدكتور ماهر عباسي، تعدى بعدد من الأحزاب ثم قرر مغادرة كل هذه الأحزاب، تعدى على النهضة، تعدى على أفاق، تعدى على التكتل، كان في الجمهوري، الجمهوري الأول مش الجمهوري الثاني، ثم قرر أن يقعد خارج الأحزاب. ويكون ضيفنا أيضا شاب منخرط في حركة النهضة وهو من شباب حركة النهضة، خليل البرعومي. أيضا نستقبل بحضنا السيد زياد الأخضر، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. عسلامة سي زياد. أهلا وسهلا، شكرا على الحضور. باش نحكي معكم بعد شوية على رأيكم في الحكومة، علاش ما عطيتوش الثقة للحكومة، علاش غدوة رفضتوا دعوة رئيس الجمهورية أنكم تكونوا حاضرين في احتفال الذكرى الخامسة للثورة. عزيز بن سليمان، مرحبا. مرحبا بكم، رضاء الله لا برضاء الوالدين. مرحبا في هذه السهرة اللي نذكر فيها الثورة ونواصل فيها ثورتنا، ثورة الشباب التونسي. علاش الشباب غايب؟ انت شاب، علاش ما انخرطتش في الحياة السياسية مثلا؟ هو مش منخرط في الأحزاب لكنه موجود في الحياة السياسية، موجود في الفضاءات، موجود في الحوم، موجود في الطرقات، موجود في المعاهد، موجود كذلك في الجامعات. الشباب التونسي موجود لكن ما وصلش ثورته اللي بداه. زينة مرحبا. عسلامة. محتفلة ديجا بالأحمر. مرحبا. على بكري قبل بنها. اليوم. أي باهي، يعطيك صحة. مرحبا بك زينة. أهلا وسهلا. بعد شوية باش ناخذوا معك المقتطفات ونعاود نرجع على أهم الأحداث بالتصريحات ونبداو معاك التصريح الأول زينة، واللي باش يهزنا لحادثة كانت أليمة شفناها تعدد في الأخبار متاع التلفزة الوطنية منذ أول أمس. في تونس 2016 عنا اليوم مدرسة إعدادية مسكرة، مش على خاطر ناقصها إطار تربوي ولا طويل وكريسي. كوليج مصطفى خريف في المحمدية مسكر إلى أجل غير مسمى بعد حالة الفوضى والتخريب اللي كانوا صاروا فيه. تصور توجع برشا كيف نشوفوها، وتوجع أكثر كيف نعرفوا اللي المتسبين فيها هما تلامذة ولادها من اللي يقرأوا في الكوليج هذا. فجأة ولاو أعداد، والأساتذة هما صحي اللي متخبي تحت طاولة، اللي متخبي في خزانة، اللي متخبي في اللابوراتوار أمثالنا، اللي في الحشا وجوهكم في التواليت، صال دي بروف يسكروا فيها، يعني عشنا رعب غريب. داموا عليهم بالحجر وفزت التواليت، دخلوا لهم كسروا عليهم الباب من غادي، كي لقاو دو بورت خاطرهم مسكرين، داروا لهم على الشباك، فتحوا علينا الباب الكبير. بالحق على الدنيا السلام وين وصلنا؟ اللي صار هذا شكون السبب فيه؟ اللي صار شكون سبب فيه؟ سؤالي ليك سي زياد، هل انه فما ايادي خفيه تحرض في تلامذه وتشجع فيهم على ممارسه العنف والتخريب في الوسط المدرسي، او انه تجاذبات اللي كانت صارت في فتره ما بين طرف النقابي ووزاره التربيه ينجم يكون هو سبب في حاله الانفلات اللي شفناها؟ يعطيك صحه على السؤال. قبل ما نمشيو للسؤال، اليوم 13 جانفي، نجم نرجعوا 5 سنين للتالي باش نخمو 13 جانفي وفي الوقت هذا اش كان ثم؟ كان ثم بن علي يخطب على التوانسة باش كان ثم لوكاسيون يزمروا زيد، وثم لوكاسيون يزمروا، وكان يحب ياخذ فرصة جديدة من عند التوانسة، لكن يحب يستغفل التوانسة وقتها بالخطاب الشهير. أنا فهمتكم، لكن أنا فهمتكم الخراني، لكن التوانسة ما جدتش عليهم، ولذلك نحن نترحم على شهداء تونس. شو مجوزة التوانسة جدت عليهم زيد وقت علاش تحبوا ديما تغيبوا شطر الحقيقه معناها تقولوا؟ ان نحب نحيي جرح الثوره وناكد على انه ملفهم يجب ان يغلق في اقرب الاجال. نحب نحيي النقابيين اللي كانوا صامدين وواقفين وكان عندهم دور في هذا المسار. نحب نحيي الشباب المبدع الثائر. نحب نحيي المثقفين نتاع تونس والمبدعين اللي هبطوا واعتدى عليهم
بوليس بن علي باللاكريموجين والعصا في شارع بورقيبة. نحب نحيي نساء تونس وخدمتها وموظفاها اللي لولاهم ما كانش ينجح 14 جانفي. ما عجبكش كلامي يا قلت فما جزء من التوانسه ما فما جزء من التوانسه انا زي خلينا نتناجع بعد اي خلينا في الموضوع هذا تو انا جاي هل مش نرجع للمكان. خلينا في الموضوع هذا ولذلك انا علاش رجعت لهذايا لانه اذا كان ثم خطيئه كبيره ترقى الى مستوى الجريمه في تعاملها بن علي في حق تونس فانه عملها في حق التعليم التونسي. وشنو الخطيئه هذه كيفاش تنجم تفسرها بالاحتجاجات اللي قاعدين نشوفوها؟ انا باش نرجع المثال من حياتي انا المهنيه. انا كنت استاذ تعليم ثانوي في جبل جلود، كانت عندي قسم 7 اساسي، اعطيتهم نص باش يقراوه بالتلميذ تسمع حروف عربيه ولا تسمع جمل باللغه العربيه، معناها كانك انت تتفرج في تلفزه وتعديت على قناة مثلا كردية تسمع حروف تشبه العربية لكن ليست اللغة العربية. وقفت قلت لهم معناها أولادي أنتم راهو ما تعرفوش تقرأ. ضحكوا قالوا لي مسيو احنا كانوا باش يرجعونا باش يدوبلونا في السيزيام خاطر فاقوا لي احنا ما نعرفوش نقراو. يا أخي عدونا للسنة 7. هذا النظام اي باهي باهي زياد هذا زياد النظام زياد الذي يوهم زياد لحظه بس خرجت النظام هذا اليوهم في ابناء تونس خرجت راهو من عندهم تحصيل علمي سي زياد كان تسمع خرجت من الموضوع نتاع انه فما اعتداء على اساتذه الاساتذه متخبين تحت الطاوله مو نحب نفسروا كيفاش علاش حصل الاعتداء يعني التلميذ تبرر ماكش بس لا تبرر ماكش بس تبرر زياد نعم لكن مش خليوك لكن انا يا سي زياد قريت معناها وقت بن علي وقمنا بالثورة. احنا ديما نسمع معناها بن علي اش عمل في التعليم. لا احنا لو كان قرينا زاد وقت بورقيبة رانا ثرنا على بورقيبة. احنا قرينا وقت بن علي واللي قراوا وقت بن علي ثاروا على بن علي. احنا جيل الانتفاضة وجيل الثورة. زاد راهو مش معناها وقت بن علي ما فماش قراية وما فماش تعليم. لا لا يعطيك صحة ويعطيهم صحة سادتنا اللي عداونا المعرفة. لكن راهو ديما نسمعها احنا. موش هو بن علي معناها ما أثرش معناها في التلميذ بقدر ما أثر في البرنامج لكن فما وعي من عند أساتذة ومن عند رجالات دولة الاستقلال اللي عدات المعرفة تو فما مشكلة بعد بن علي راهم ذوما اللي كسروا الليسيات ذوما راهم وقت الثورة مازالوا صغار معناها فوتنا 5 سنين كي نحكيو على ولد عمره تو 17 سنة معناها وقت الثورة عمره 12 سنة راهي مش الحكاية برك معناها في النظام متاع بن علي أنا قريت وقت نظام بن علي معناها وقمت بثورة لا هما في الكوليج بالحق 14 عام قرينا في عهد بن علي انا ماني استمعت بكل انتباه اي مشكور وساكت بارك الله تسمعوني فيك. كيف كيف ما طولش لا لا مش باهي شوف انا معاك اللي ما نجموش نحكموا على العباد اللي قرات في وقت بن علي ناس كل كيف كيف مش هذا اما نحكم على منظومه فيها الاف من الناس وفيها فئات اجتماعيه مختلفه كيفاش درست في معاهد مختلفه في ظروف مختلفه المحصلة شنية؟ المحصلة أنه ثم ألوف مؤلفة من التلاميذ يتعطالهم مستوى تعليمي يقولوا له أنت السنة باش تعدي البكالوريا وهو في حقيقة الأمر ما وصلش التحصيل العلمي متاعه والكفاءة متاعه إلى مستوى أنه يعدي البكالوريا هذا هو اللي يخلق المشكلة داخل المؤسسة التربوية ما بين أجيال متعددة ترى انه عندها الحق باش تاخذ الشهاده هذيك وباش ياخذ النوت هذيك في حين انه هو غير قادر يوصل لها ينضاف الى ذلك الناس اللي ما يعرفوش يقراوا تعقد العلاقه لحظه بك. تعقد العلاقه ما بين اطراف العمليه التربويه ما بين المربي اللي كان عنده قيمه ودور وانحدار هذه القيمه نظرا لتدهور شروط معيشه المدرسين بشكل عام وذهاب جزء منهم خلينا نقولوها بوضوح الى ممارسات ما كانتش موجوده في المدرسه القديمه اللي تعلمت فيها انا زياد انا كنت نقرا في مدرسه نمشي لها الصباح باش نقرا درس خاص بدون مقابل توا وليت تقرا درس خاص اسمح لي. بمقابل تدفع الاولياء من كهرباء باهي سي زياد هذايا الناس اللي ما يعرفوش يكتبوا هذوما يكتبوا في بيانات بمفردات معناها ما نعرفش مين جابوها ضد خصاصة التعليم يطلبوا منظومة تلمذية انت توا في كلامك كنت تقول ما نجموش يقراوا يكتبوا في هذيك باش يكتبوا في اي برا اسمعني شكون كتبها لهم هذا سؤال التعميم يظل دائما مجانبا للعلمية والصواب واحد
اثنين انت تحكي على فئة هي تقود التحركات اليوم. نرجع لكم السؤال في المؤلف، قلت لك هل انه فما تنجم تكون فما اطراف قاعدة تحرض او ماهيش أطراف سياسية؟ انا لا اعتقد ان هنالك اطراف، ثم قلق داخل المدرسة وداخل المجتمع وفي علاقة المجتمع بالمدرسة. ما فماش سوديت معناها اللي صارت عليه المشكل كان وضحها في اكثر من بلاتو وفي اكثر من اذاعه وسيتي كليغ، معناها واضح خاطر المسألة لا المسألة المسألة علاش لليوم وللبارح مسألة السداسي هي النقطة التي افاضت الكأس. مشاكل مشاكل المدرسة ماهيش برك السداسي، مش السداسي مشاكل خاصة التعليم يهم صغار مشاكل المدرسة تبدا. هاني قلت لك انا مشاكل المدرسة تبدا من غياب اهداف لهذه المنظومه. مشاكل المدرسه هي انه احنا كان التعليم يشكل مصعد اجتماعي باهي سي زياد، مشاكل يمشي المدرسه ناس من فئات ضعيفه يقراو بفعل نكمل معاك في نقطه مشاكل المدرسه. هذا اللي دخلوا يقراو تويكا وعمرهم 6 سنين تلمذه سنه اولى ما قراوش في تعليم وقت بن علي. بن علي اليوم ماهوش موجود. على جمعه كان شفت فما فيديو قاعد يدور على لي باج فيسبوك تلميذ عمره 6 سنين يقول لك يزين عليه من القرايه، قرا 3 شهور فد وقال يزي القرايه مزت العامين، انا نحب البشكوت وما نقراش الوي خاطر المعلم عنده عصا طويله وهو ما عمل شيء ضرب. هذا بن علي زاد شنو قالوا على التلمذه نتاعهم أرو بهذا الشكل نوليو في الاختصارات ولكن تسمع كما كنا نسمع أساتذة يقول لك تلامذتنا وليت أعداء لينا، معناتها هذا بطبيعة الحال ويتكيفوا في الزتلة لبرا وشراب سامحني في الكلمة وبعد دخلوا يقرأوا. هذا ما هوش جديد، اللي شفناه في المدرسة الإعدادية هذه موجود شذرات منه أجزاء منه في ممارسات متعددة. عنا قداش نقابات التعليم تنبه لظاهرة الاعتداء على المدرسة وعلى المربين. إيه سي زياد لهنا سي زياد اثنين وسؤال للسي زياد اللي كنت وانت قلت كنت مدرس تحكيو على القانون 52 احنا نحبوا نعرفوا معناها بالضبط من عن سي زياد، انت ما تعتقدش انه محور العمليه التربويه يلزم يتبدل يولي الاستاذ هو محور العمليه التربويه مش التلميذ؟ انت ما تعتقدش هذا؟ أتقول. انا ساعه انا من جيل شديد التسييس داخل المعاهد ومارسنا الاضرابات ومارسنا التحريض ووزعنا المناشير داخل المعهد. مارستوا تكسير لكن ما كسرتوش المعهد؟ لا كسروا في عهدهم كسروا. انا ما كسرتش او ما مش في الكوليج وقتها في الليسي. لا لا في الـ في الـ من في الليسي في الليسي يعني في الليسي يعني مش في الكوليج بتاع 12 و13 عام. فهمك حاجه انت بتاتر ما خلطتش انت في مكثر وقتها؟ احنا لا اي خد نجمش بالتاريخ انا درست في مكثر درست في مكثر احنا كنا قرينا في معاهد تبدا من السنه الاولى للتعليم الثانوي اللي هي المقابله نتاع السنه السابعه الى السنه النهائيه كلنا نقراو مع بعضنا. دونك حركه التاثير والتاثر موجوده بين الاقسام المتعدده ورينا كيفاش حركه التلميذيه تنمو بشوي بشوي ورينا مفاعيل الحركه الطلابيه على حركه التلميذيه. لكن هذا كان عامل يزيد في ثقافة وفي شخصية المتعلمين. هو مع الأسف سي زياد ما جاوبتنيش على سؤالي. ما جاوبتنيش سي زياد على السؤال. شنو اللي وقع في المعهد؟ بشوي أنا أنت سألتني على حاجة قلت لي شكون محور العملية التربوية؟ شوف هي الماركتينج اللي يخدموا به تو في سوق التعليم، خاطر التعليم هذا الناس تحب تحوله إلى سوق وهو سوق في كلمة في كلمة زياد في كلمة قدروه البعض أنه 20 مرة سوق السيارات. هل الماركتينج هذا يحب يحط التلميذ محور العملية التربوية؟ إذا ثم محور للعملية التربوية هي المعرفة، المعرفة هي المحور بتاع العملية التربوية والتلميذ له علاقة بالمعرفة والأستاذ عنده علاقة أخرى بالمعرفة. تصريح الموالي في حكومة السيد اثنين صار والأول مرة في تاريخ الحكومات التونسية من وقت الاستقلال إلغاء خطة كاتب الدولة. الإجراء هذا كان برو رئيس الحكومة قدم مجلس النواب بأنه جيل تفادي المشاكل اللي كانت صارت ما بين الوزراء وكتاب الدولة. في التقييم اللي قمت به في الفترة الأخيرة هذه تقريبا على 14 ثم تقريبا 3 ما صارت لهمش مشاكل ولا ما جاونيش باش نحل المشكل، لأنها والتقييم اللي عملناه تواجد كاتب دولة في وزارة ما هوش منها متفاهم مع الوزير
ولا ما هوش فرد حزب، هو الوزير تخلق مشاكل ومشاكل، ولا عندي مشاكل في حلال المشاكل بين الوزراء أكثر ما اهتمامي بالقطاع. هل أنه هذا مبرر كيفي للتخلي على خطة كتاب الدولة؟ سؤالي لك عزيز. هو كتاب الدولة والوزراء مشكلة قديمة في تونس، من اللي دخلت الحكومة معناها في الدستور التونسي في 76 هكا ولا سيزيات في السبعينات، معناها كان عندنا كان كتاب دولة، دخلت الحكومة في الدستور عام 76، كي جاء المشرع التأسيسي معناها أعطى الحرية المطلقة معناها رئيس الحكومة في اختيار سواء وزير ولا كتاب دولة. قعدنا ديما معناها في اللب نتاع الموضوع الوظيفية، عندنا 20 كاتب دولة في وزارة ولا وزير برك وحده، الإشكالية مش معناها نحيهم ولا نخليهم، المشكل في الوظيفيه. سي زياد بصفتك برلماني، هل لاحظت معناها فما الوظيفيه؟ ديما نحكيوا على الوظيفيه، معناها الوزاره تمشي بالوزير ولا بلاش؟ ونزيد نذكرك اللي احنا قعدنا في تونس بلاش وزير عدل مده طويله، جمله واحده، مش بلاش كاتب دوله، بلاش وزير عدل. هو التصريح نتاع السيد رئيس الحكومه هو بيدو مازال مطبوع بثقافه الحزب الواحد، يعني وقت يقول وزير من حزب وكاتب دوله من حزب اخر وعملوا لي مشاكل، هو معناها متعود انه ثم وزير وكاتب دوله ورئيس ديوان كلهم من الحزب الواحد والامور تمشي لاباس والتراتبيه قائمه. اثنين، المشاكل اللي حصلت لانه هذا الائتلاف لم يقم على برنامج، قائم على محاصصه وكل واحد يعزز في مكانته وكل واحد يخدم ويكدس لحزبه ولمصلحه الحزب بتاعه. ما ثماش عمل على ملفات وتقاسم للمهمات بشكل يسمح لكاتب الدولة أن يكون عنده صلاحيات وملفات معينة يخدم عليها ويتحمل مسؤوليته فيها، والوزير عنده ملفات أخرى. سؤال أخير، كاتب دولة للشباب تو تونس معناها عندنا وزارة الشباب والرياضة، وقتاش نراو فاحنا للثورة معناها، وقتاش نراو وزارة للشباب مش وزارة الرياضة؟ هي نحكيو كان على الرياضة في وزارة الرياضة والشباب، وكمل نحينا كاتب دولة للشباب، شو قعد للشباب؟ أنا مانيش مع الشكلية هذه، معناها أنه الشباب قام بثورة نعملوا له وزارة. الشباب قام بثورة نحلوا له مشاكله، ليش ما نعملوش وزارة؟ الشباب والتشغيل معناها. الشباب والتشغيل والتعليم والتكوين وصحته وترفيهه اما التصريح كل هذه الملفات اللي تهم الشباب. نرجع للتصريح زياد انه يقول الغيت كتابات الدوله، فما عرك بين كتب الدوله والوزير، معناها ولا حتى التحوير ولا الغاء كتابات الدوله ماش عنده معنى، ماشي خاطر يتعاركوا في بعضهم قاعدة نحزب بيناتهم، فما زوج ثلاثه ولا اربعه معاش في التصريح هذا. سي الحبيب السيد يقول نجم نعملوا خطه نائب وزير، اي قال فما نجم ندعيهم الى مهام اخرى ونجيوهم خطه نعملوا كاتب خطه معناها نائب وزير، ماذا يعني ذلك؟ الله اعلم. ليك سلم ويلي كلاش في مجلس نواب الشعب، وفي العاده كيف نحكيه على كلاش غالبا ما يكون بين معارض وبين اخر من الحكومه، اما المره هذه الكلاش متبادل ما بين زوز احزاب، ملي كونه الائتلاف الحاكم وجاي كرد من نائب على حزب افاق تونس ريم محجوب على رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي اللي كان قايم في وقت سابق اداء وزير التنميه ورئيس الحزب افاق تونس ياسين ابراهيم، وكان وصفه في حوار ليها على شمس افام بالفاشل، أكد أنه حزبه أولى بوزارة التنمية ويفلح وينجح فيها خير من ياسين إبراهيم. بطبيعة هذا الشيء اللي كان غشش ريم محجوب اللي انتقدت من جهة أخرى في نفس الكلاش متاحة رئيس الحكومة، بعد ما كان قال سليم الرياحي بأنه رئيس الحكومة خذيب خاطرهم في 8 نقاط متاحهم. يؤسفنا أنه رئيس حزب مشارك في الحكومة هذه يخرج على إذاعة ويسمح لنفسه باش ينعت الحكومة بالفشل وينعت وزير اللي هو رئيس حزب مع حزب آخر مشارك معاه بالفشل ويسمح روحه باش يقيم، ما نعرفش بأي صفة يقيم هذايا، ويطالب كيف أنه الوزارة متاع الوزير هذيك من حق حزبه ويطالب أنه ياخذها له. وأتعس من هذا سيد رئيس الحكومة أنه السيد هذايا يقول أنه رئيس الحكومة استجاب لكل طلباتي، ويظهر لي في الخطاب نتاعك كنت واضح وقلت اللي التحوير الوزاري هذايا ما جاش تحت حتى ضغط سياسي ولا حتى استجابه الى حتى واحد. واللي يحب عنده حاجه قبل ما يقولها في الناس ينظف قدام باب داره قبل. من غير ما نحكيو على التنظيفه في الاخر هذيك خلينا نحكيو في صلب الموضوع، ما يظهر لي رئيس الحكومه هذاك علاش نحى كتاب الدوله على العرك هذه ما اشترى معناها يعني من العرك. لا اذا كان نحاهم على العرك مال هنا باش يزمي نحيهم ينحي الوزراء، على خاطر ثم عرك زاد ما بين الوزراء.
اما نعرفش لهنا كان نجم نقول ولقينا جواب للناس وللاطراف السياسيه والاتحاد الشغل هو اللي يتسائلوا مع شكون تحاور رئيس الحكومه في التحوير معنا. احنا اكدنا على انه التحوير الوزاري ذي رافضينه لانه يخضع لمحاصصه حزبيه. نعرفش كان سمعت تصريح كامل قالوا لنا المحاصصه الحزبيه فوالا قالوا لنا راهو المحاصصه ذي شمعنى محاصصه خويا احنا ربحنا الانتخابات ونقسم بينات بعض شيء طبيعي. اذا هالمشهد هذا تاع التلاسن بين حزبين في الائتلاف الحاكم يؤكد للتوانس بمثال حي على المباشر شنو معناها محاصر. الناس تتعارك على ملاسنة بين اعضاء الحزب الواحد مش بين زوج احزاب في نفس الائتلاف الحكومي. وشنو المشكل زوج احزاب في الائتلاف الحكومي تصير ملاسنة بيناتهم؟ لا لا صعيب يصير الملاسنة راهي ناتجة على سعي محموم لنيل اقصى ما يمكن من المواقع داخل الحكومة. هو كما حاجة عادية بالعكس هي شوف وتقدير واحد يقول على وزير فاشل ولا مش فاشل من غير ما يعطي معايير واضحة علاش فاشل. وحتى في مسألة كتب الدولة معروف وقالها سي سليم ريحي انه حزبه هو اللي طلب الغاء خطة كاتب دولة بعد نلقاو بالحق في التحوير هذيك وندخلوا ونجموا حتى في تفاصيلها قالوها احنا نطالبوا بالغاء كتب الدولة. هو هذا مانيش باش نعلق عليه الكلام هذا بالذات. هو بعجالة راهو اذا نظرنا المسألة معناها كان نظام برلماني هي الظاهرة الصحية بغض النظر معناها على المحتوى معناها عادي جدا هو خاطر كان ما يتناقشوش تو في المساله هذه نقولوش بهم معناها تعدى معناها هكاك معناها هو حاجه عاديه راهو في الانظمه البرلمانيه انه في قبه البرلمان حتى التلاسن هذايا هي راهي ظاهره صحيه. الاختلاف فقط راهو من حيث الشكل باش نرجعوا زاده احنا في المجلس التاسيسي وقعت نفس العمليات وقع حتى التاويل معناها الكاريكاتوري معناها اللي يقع في وسط المجلس لكن هو حاجه عاديه سي زياد بالعكس لو كان هو ايش يقول لك معناها محاصل الاقصى حاجة معناها تمارس هكذا السياسات معناها في البرلمانات معناها حتى من نفس الحزب عندهم الحق معناها يتناقشوا كما تناقشوا علاش ربح الانتخابات تو يقولوا الناس تصوت باع تو الناس معناها مش هنا يتناقشوا الاشكال في المحتوى. احنا في برلمان نتاع ديمقراطيه ناشئه يعني اذا ثم خلاف باش يكون ما بين ائتلاف حاكم حسم امره انه قبل بعض الأطراف هذه قبلت ببعضها باش تكون في ائتلاف على قاعدة برنامج تقدموا للتوانسة مقتنعين به دافعوا عليه في الانتخابات عطوهم التوانسة ثقة على أساسه وباش يحكموا به نجم يحصل بعض الخلافات نعم. أما وقت اللي تجيوا أنتم ائتلاف رباعي قابلين بتحوير قابلين به لكلكم وتجيوا قدام التوانسة وقدام المعارضة يا سيدي وتعطيوا هذا المشهد هذا يأكد على أنكم ما كمش متفقين وما عندكمش برنامج موحد وما كمش قابلين للتحوير الوزاري كل وزير يضرب على مضض وكل واحد قبله باش يحافظ على المواقع اللي هو عنده في اللحظه الراهنه دون اقتناع شديد. الجبهه الشعبيه من الحكومه كلاش اخر في مجلس النواب صار في جلسه منح ثقه لحكومه السيد اثنين المره هذه جاي من مباركه لابراهيمي رئيس الحكومه والمسؤولين زاده في الدوله اللي تهمتهم بممارسه سياسه النعام واعتبرت حكومه السيد اثنين كانت نالت ثقه في بلاصه اخرى قبل ما يمنح لها مجلس النواب كما كان عندها اعتراض على ثلاثه وزراء جدد. تشبثون بالخيارات القديمه والهروب الى الامام وكأن الفشل مرتبط بزيد نزيحه ونستحضر ونستدعي عمرا ولأني أعرف سيدي رئيس الحكومة أن حكومتك نالت البيعة في مكان آخر قبل أن تعرض على مجلس النواب فلن أجهد نفسي في الحديث عن ضعفها من عدمه في وزارتي الداخلية والعدل فقد حاولت وحاول حزبي أن نقنع أنفسنا بأن اغتيال الشهيدين محمد إبراهيمي وشكري بالعيد مجرد عمليتين إرهابيتين معزولتين وأن الأمن الموازي قد يكون أمراً غير صحيح ولكن في كل مرة تؤكدون لنا من خلال الإصرار على وضع اليد من قبل قوى سياسية بعينها على هاتين الوزارتين أن أمراً دبر بليل. سيدي رئيس الحكومة بلغت كثيراً هذه المرة حين اخترت وزيرك الجديد للخارجية عفواً هل استحضرت مكتب العلاقات مع الصهاينة؟ دونك لهنا أما هي البلاصة اللي صارت فيها البيعة الحكومة السيد اثنين تنجيب وزير الخارجية احنا ودخلت ببارك هذه أنا أتبناها بالكامل ونزيد عليها أنه البيعة هذه تم الحكومة هذه
لم يشكلها سي حبيب الصيد. سي حبيب الصيد. سي حبيب الصيد. هذه الحكومة. شكون شكلها؟ شكلها رئيس الجمهورية في علاقة بالأزمة اللي يعيشها حزبه. فين البصمة نتاع رئاسة الجمهورية لهنا وتاع رئيس الجمهورية بالضبط؟ عديد البصمات. مثلا سيدي. مثلا وزارة الشؤون المحلية. الوزارة الجديدة اللي يوسف الشاهد اللي رئيس لجنة 13 يتولاها رئيس لجنة 13. لجنة 13 اللي تعاملت لحل إشكالية نيدا تونس. معناها هوني كي تقول يوسف الشاهد ولا وزارة الشؤون المحلية بالضبط دونك كيما نجح في اللجنة تاع 13 هوني نجموا نخموا لبعيد أو نخزروا لبعيد انتخابات البلدية الجاية كان نخموا لبعيد ونخموا اللي نحن مازلنا نؤسس في الجمهورية الديمقراطية ونخموا اللي احنا ماشيين لأول انتخابات محلية وبلدية أعتقد أنه يكون شخصية مستقلة تحظى بثقة الجميع هو من يتولى شنو دخله هو في الانتخابات البلديه سي زياد القادمه ايش دخله في البلديه البلديه تنظمها لائحه عليا مستقله لائحه العليا مستقله للانتخابات وزاره الشؤون الاجتماعيه القادمه سوف يكون لها علاقه بهذه الانتخابات من قريب او بعيد وزاره الشؤون الاجتماعيه لا محليه وزاره الشؤون المحليه كيفاش وزاره الشؤون المحليه باش تعنى بالشان المحلي ترجع لها بنظر معناها اللي انت يعني والولي بربي خلينا نفكروا بربي خلينا نفكروا كيفاش كان بن علي يعمل انتخابات كيفاش يعملها الانتخابات مو يعملها بالعمد والمعتمدين والولاد وكتاب العامين لجنة التنسيق ورؤساء الشعب اذا يعني وزاره الشؤون المحليه لن تكون بعيده على هذا الدور سامحني ويمكن نشكوا فيها سامحني يا زياد راه اذا كان مش يتوظفوا المعتمد والولي والعمده يتوظفوا انا عندك وزير شؤون محليه نتاعك ولا ما عندكش يتوظفوا لانه هو في السلطه اليوم احنا اليوم طالبين وطلبنا وجزء من الائتلاف الحاكم كان يطالب معنا بتحييد الولايات والمعتمدين وتحييد مفاصل عديده من الدوله في مرحله انتقاليه وقتها ديما نقول لك احنا عندنا الحق احنا نحكم مثال شو احكم على روحكم قلنا لك حاجه هذه تدوم خمس سنين ايه احكم على روحك معناها نرجعوا لهنا اللي كنا نلوموا فيه على الترويكا الحاكمه شو كنا نقولوا لها؟ كنا نقولوا لها انت ما تحبش تفهم اللي احنا في مرحله تاسيس لديمقراطي فيها منطق نتاع توافق يجب ان يتواصل وفيها ارسال ثقه بين الاطراف معناها سي زياد احنا تو نفهموا اللي رئيس الجمهوريه هو اللي قاعد يسطر في السياسه العامه للدوله والدستور التونسي اللي دخل حيز التنفيذ اللي معناها شرعه المجلس التاسيسي ماهوش قاعد يخدم معناها كيما الموازنات اللي موجوده الدستوري معناها في الاصل معناها الحكومه معناها تشكلها رئيس الحكومه المعين هو فقط هو يختار وزراء معناها تصريحك انت لتو على المباشر تقول لا راهو راس السلطه التنفيذيه الثانيه اللي هو رئيس الدوله التونسيه هو اللي شكل الحكومه هذه يتفقه سامي عبو في التشخيص هذا معناها الدستور تو معناها في التطبيق ماهوش مطبق معناها فصوله برا معناها السيد رئيس الحكومه مش هو معناها وانت علاش تذكر سامي عبو خاطر انا عندكم نفس الموقف خلينا نذكر واحد من قيادات نيدا تونس اللي هو لازر العكرمي وقال احنا في نظام رئاسوي استقال ما في باليش انا استقال اليوم صباح أما وهو قبل استقالته قال احنا في نظام الرئاسوي مقنع وهاي مفاعيل شنو يمنع رئيس الحكومه انه يستشير رئيس الجمهوريه؟ علاش يسمح له انه يجيب مستشارين في الرئاسه الحكومه وقت عنده رئيس جمهوريه منتخب بالسفراج يونيفرسال ويستشيره ياخذ برايه راهو رئيس حكومه من واجبه ان يستشير رئيس الدوله في موقعين في الحكومه ذي اللي هما زوز من وزاره السياده وزاره الدفاع وزاره الخارجيه سياسيا رئيس الجمهورية عنده خبرة أكثر من السيد حبيب الصيد رئيس الحكومة ويستشير أن تتحول الحكومة إلى أداة نحل بها مشاكل أحزاب في علاقة بأزماتها والدور هذا يتولاه رئيس الجمهورية هذا يروا ما يخدمش كيفاش حل المشاكل أحزاب ما يخدمش سمحني الجمهورية سيزيد. اللي نحلم بها احنا في النظام البرلماني المعدل في دور رئيس حكومة مش وزير شكون قال لك رئيس الجمهورية هو اللي عينه؟ أنا هاني قلت أبو بكر خلاف الشؤون والأيام بيننا وهنا ثم دلائل احنا تو احنا أنا راني ما عنديش علاش مش قيادات في نيدا تونس هو من اقترح هذه الأسماء احنا لنا احنا دورنا نستقرأ الـ 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 الأحداث نحللها ونربط ما بيناتها الربط يعطي هذه القراءة الممكنة كما قلت وزير الداخلية ولا وزير العدل ولا كذا بعد تراجعتوا في كلامكم فاش نتراجع؟ تراجعتوا تقول وزير الداخلية نتاع النهضة قلتوها من أول نهار أول ما تم معناها تسمية ولا الحكومة ولا التركيبة الجديدة
أول ما قلتوه أول تصريح أنه هذا متاع النهضة، ثم الناس كل تراجعت. يا أبو بكر ما قلته مباركة تو، أنا نزيد نأكده، راهو هالوزارتين هذوما وزارة العدل ووزارة الداخلية ما زال يتم تعيين أشخاص بالحد الأدنى لا يكونوا لحركة النهضة فيتو عليهم. هي شريك في الحكم؟ هي هاني قلت شريك في الحكم شيء طبيعي. وهذا احنا هذا يقلق في علاقة بملفات عالقة تخص الجبهة الشعبية، هما ملفات اغتيال الشهيد شكري بالعيد والشهيد محمد براه والتعطيلات اللي مازالت متعلقة بملفات البحث الخاصة بقضايا. سي زياد نذكروا يا سي زياد راهو فما معارضة في مجلس النواب وانت واسد المناجم عدنان ومعاكم باركة لحظة انا واش فسرك؟ لا فما ناس طلعت مستقلين ودخلت معاكم في الكتلة. اذا فما معارضة حقيقية ومش ناسوا المعارضة راهو مش ندوا هذه معارضة حقيقية بالذات. لا انتوما راهو مستقلين في الكتلة راهو احنا نقولوا عدنان لا على ساعة مستقل وفما مستقلين عدنان مش في كتلة الجبهة. لا احنا نقولوا من يقرب لتلك الكتلة. علاش؟ خاطرون ذكروا راهو في الحملة الانتخابية وبعد ما طلعتوا انتم وقلتوا جبهة شعبية احنا المعارضة واحنا الضمان زادة لمعارضة حقيقية وديما نحكي يهدينا راهو على الوظيفية مش تنديد برك وتضم معناها صوتك المباركة. المعارضة في البرلمانات راهي ثقافة أخرى معناها عملية وفما ناس انتخبتكم. إذا احنا ما نقولوا ما نرجعوش معناها الانصهار الحزب الحاكم مع الدولة مع السياسة متاع الرجل الواحد ونفس رئيس الحكومة هو نفس رئيس الدولة عادوا نرجعوا المربع قبل 14 جانفي 2011 علاش عملنا دستور باش تكون المعارضة حقيقية في قبة البرلمان ونراو هذا مش بتصريحات أو تخمينات. أنت توسيزيات كي تقول لي مثلا رئيس الدولة هو عمل الحكومة يلزم تكون المعارضة تبين لنا هذا عمليا معناها تقول لنا كيفاش مش تصريحات برك هذه تصريحات تولي إعلامية وصحفية برك كيفاش تكون المسألة هذه مترجمة بعمل برلمان زياد. أنا ما فهمتوش سؤالك. هنعود فسلك أنت قلت رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هو اللي عين اثبت أنا كبرلماني كيفاش مش تعمل معارضة. أنا بالنسبة لي أنا تعيين السيد يوسف الشاهد في وزارة اسمها وزارة الشؤون المحلية نحب نذكر اللي احنا في المشاورات بتاع تشكيل الحكومة الأولى ما تعينش كان هو لحظة عاد خليني أكملك. في لحظة في 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 المشاورات بتاع تشكيل حكومة الحبيب الصيد الأولى احنا في الجبهة الشعبية كان مقترحنا فصل وزارة الشؤون المحلية عن وزارة الداخلية. قال صاحبي بصيد هذا غير ممكن في اللحظة الراهنة ويلزم وقت والوزارة ذي يلزمها كذا ومش ممكن ومش نخليها كيف كاك. هل تم التحذير سابقا باش نفصل وزارة الداخلية؟ هل أعلن سي حبيب بصيد أنه يكون خذي مقترحكم بعين الاعتبار؟ لحظة برك هل أعلن هو أنه كان بصدد الإعداد لفصل وزارة الداخلية عن لم يعلن ذلك ولذلك من حقي لحظة أبو بكر مو جاوب على السؤال زياد مش جاوب عليه. لذلك من حقي أني أنا نشوف أنه تنحيط كتاب الدولة جميعا واستثناء البعض وحلان وزارات جديدة للبعض منهم واحد منهم هو رئيس لجنة 13 هذا يسمح لي فما وزارة جديدة اسمها وزارة الطاقة رئيس الجمهورية كان له تدخل كبير في تشكيل يا سي زياد كيفاش باش تضغطوا تحليل والايام سوف تثبت لك يا سي زياد راك عملت لي كيما وقت تلاقينا قلت لك قبل الانتخابات واحنا مجموعه مستقلين وشباب وجيناك قلت لي السنه الانتخابات البلديه وقت اللي جيناك قلنا لك انا مستقلين يا سي تي اي كيفاش الجبهه الشعبيه مش تاخذ الشباب والمستقل ويدخلوا معاك كلام برا معناها انت تو نائب اخي انا تو انت نائب كيفاش باش تبدل الواقع معناها شو انت تو الواقع هذه انت الواقع هذه تذكر فيها علاش عاد نقول لك علاش خاطر نفس الكلام تعاود لي فيه وتعاود نقول لك راهي ما جبتنيش اسمعني يا لا بالحق هي انا تو اش نحكي لك راهو دائما في المباشر راهو يا سي زياد انت جيتني وقتها تحب تاخذ رئاسه قائمه في الجبهه الشعبيه في نابل في نابل علاش لا درما واش خص واتشرف كنت لو انتم تعرفوا كيفاش معناها تسمعوا العباد معناها يرسلوا اللي انت كنت مش تستسيش بعد ما سمعوش لا مشكلتنا ديما فيكم انتم القيادات معناها انت مش ماخذ موقف من الجبهه واخذ موقف من الجبهه ومن جميع الاحزاب في تونس تعرفش علاش خاطر ما دخلوكش لا مش خاطر ما دخلونيش برك وكنت لا بالطبيعه لاني كنت اتمنى لو المسؤولين هذوما وهو سياسي تو انا نحكي معاه كراهو سلطه من سلطه الدوله راهو باليش بها المعلومه المعلومه تي بالعكس واش خص لو كان معناها انسان كيما زياد الاخضر ولا منجي الرحبي ولا ناس اخرين مناضلين يعرفوا ما معنى قيمه
الضغط وقيمة العمل الحقيقي في الميدان، مش بالاسامي كهو. لا لا انتم لا 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 تفضل شو قلت لك تو، انا قلت لك حاجه عيب. باش تعلمنا قيمة العمل في الميدان. لا لا هذاك يسمعني سي زياد، احنا مانيش باش هنا مش نعلموا ولا خلينا نرجعوا للسؤال. خلينا نرجعوا للسؤال، نرجعوا علاش انت برلماني؟ مش فقط مش انت باش تفسر لي علاش انا برلماني؟ علاش مانيش مواطن؟ لا لا كيفاش كيفاش حنا كيفاش بدلوا الواقع الا ما نعاودوا نعملوا 14 جام في اخر معناها ليله ثوره الليله شو نعملوا؟ سيدي سيدي يضغطوا يا سيدي اعطي مخرجات معناها شويه عمليه معناها. انا بشويه عاد تو المشهد السياسي راهو متشكل أي. وخلي كل يتحمل دوره. انا اليوم اقليه معارضه عادش بيه ما سيتش اسمعني عاد غيري هو الذي يتولى الحكم وعنده اولوياته وعنده خياراته وعنده مشاريع القوانين التي يريد تمريرها. احنا هذيها نتعاطوا معه، دورنا نتعاطوا معه في جزئين، نتعاطوا معه سلبا وايجابا اذا كان ناس تجيب مشاريع نرى انها تخدم تونس على السلامه ومرحبا، ونتعاطى معها سلبا برفضها وبالصوت العالي وباللي نجموا يتصوروه وقت اللي راو اللي هذي ما يخدمش مصلحه تونس. دورنا الثاني هو اننا دخلنا توا في باب بلورة مبادرات تشريعية، هانا قاعدة تمشي بشوي بشوي. دورنا الثالث هو أن نراقب العمل متاع الحكومة، نحاول ندفع في اتجاه أن المجلس يتولى هذا الدور بالممكنات اللي عنا، معناش أوهام راهو على واضح على ما يمكن أن نقوم به. شكرا شكرا لك زينة زيدي، كانت هذه أهم التصريحات اللي خذيناها اليوم في شكرا على الحضور. بارك الله فيك. استقبلوا بعد قليل زوز من الشباب ونحكيوا على اليوم ليلة 14 جانفي. نستقبلوا الدكتور ماهر العباسي وهو مستقل، ونستقبلوا خالد برعومي الشاب عن حركة النهضة. تقرير حول عدد من الأحزاب اللي بعد الثورة حضرت لي وقت واليوم عدد منها غايب على الساحة السياسية. البعض عنده نائب، البعض عنده زوج نواب، البعض ما عنده حتى نائب وشبه غائبة اليوم أصبحت عن الساحة السياسية. هل عوقبت هذه الأحزاب؟ شنو الأسباب؟ تقرير لوحيد الغربي ومبعد رجع. كان تعاودت نفس اللحظة كنت نعاود. دونك اللي صار نهار 14 جانفي كان اختتام لمعركة طويلة امتدت لسنوات. اللي كنا ناضلوا ضد النظام تاع بن علي ما كناش نحلموا نهار واحد وأن بن علي يعني في أقل من شهر بعد المرحوم محمد البوعزيزي حرق نفسه في أقل من شهر يأخذ طيارة ويهرب من تونس. كناش نتصوروا هذا، يعني اللي جاي كله هذا ربح بالنسبة للأشخاص، لكن هو في الأساس كنا ناضلوا من أجل البلاد، من أجل الحريات، من أجل الديمقراطية. أنا نتشرف أني كنت من بين الكثيرين اللي ناضلوا ضد بن علي، ونتشرف أن أنا وحزب الجمهوري، الحزب اللي نتشرف بالانتماء ليه وبقيادته، أنه واصل المسيرة، مسيرة البناء ما بعد الثورة. أنا ما نشوفهاش بمنطقة خليت حقي ولا ما خليتش، قمت بواجبي وإلا لا. نعتقد أنا والحزب الجمهوري قمنا بواجبنا. كيف أعطاني أنا الحظ باش كنت على رأس مؤسسة هامة يعني المجلس الوطني التأسيسي وما أدراك، يظهر لي اليوم كما يقولوا في السياسة سيت اون اوبليغاسيون دو ريزولتا، يعني على أساس النتائج نحكموا على العباد شو عملوا وش ما عملوش. أنا كمناظر من السبعينات عمري من هار نظلت من في تونس من مقابل وأنا ننتظر في مقابل باليوتو، بالعكس أنا تونس تساني وأنا قاعد نرجع في شوية دين. ما هوش بشرطه اللي ناظل في وقت الاستبداد يلزم يكون معناتها في المقام الأول بعد الثورة، المهم هو كونه يولي مواطن قادر وحر باش يشارك حيث
ما يريد. قيسها بأنه كيفاش يزمني نخدم، كيفاش يزمني ناضل، كيفاش يزمني نقدم باش الأهداف اللي أنا نعتقد أنها أهداف التوانسة الكل وهي أهداف الثورة وهي اللي خذنا فيها معارك من قبل الثورة هي نفسها تتحقق الآن بتواصل مع المواطنين. اللي ناضل باش ياخو نتيجة آنية غلط، سامحني نضاله غلط، نحن ما كناش ناضلوا باش نوصلوا إلى مرتبة من مراتب، وهذا من جهة. من جهة ثانية الناس اللي ناضت قبل بن علي التو تناضل والتو شد صحيح وما انخرطتش في مشاريع وهمة وكذبة وتاع تزييف الوعي ومتاع محاولة التحيل على التوانسة ولا على الشعب التونسي. النضال ما هوش بمقابل، إذا كنا نضال ينتفي المقابل. ما وصلوش هما لأنه تم تعفين الوضع السياسي، الساحة السياسية تم تعفينها، واليوم جزء كبير من التوانسة وريتوا انتم شفتوا معناها في الاحصائيات انه مستوى الاقدام على الانتخابات خاصه من طرف الفئات الشبابيه اللي كانوا هم وقود الثوره هذه مستوى ضعيف برشا، معناته كاد يكون حاجه لا تذكر. الناس اللي تشوف فيهم يتجراوا على المناصب ما هم ماشي مناضلين، هم ناس سماسرة مناصب. مع الأسف الشديد جزء كبير من السياسيين مش الكل والحمد لله، السياسة بالنسبة لهم هي أفريات وهي حسابات وهي مواقع ومراكز وإلى غير ذلك. المشكلة ما هوش في المناضلين، المشكلة في أنه السياحة السياسية والسياسيين الطارئين على الساحة السياسية ما بعد 14 جانفي والسياسيين اللي حاولوا يرجعوا بوجوه جديدة وهم كانوا جزء من مكينة الاستبداد والفساد في وقت بن علي عملوا كل مجهودهم من أجل غلق المنافذ باش الأصوات الحرة والأصوات المناضلة ما توصلش للشعب التونسي وما تتصدرش المشهد السياسي وما تتصدرش المسؤولية السياسية لإدارة شؤون البلاد هذه بكل روح وطنية وبدون حسابات. الشعب مغيب، اللعبة كانت أكبر من الشعب لأن كتابت فيها قوة دولية وانتم شفتوا الأمريكان الفرنسيس هنقولها الإمارات السعودية لكلهم لعبوا دور ضد الثورة في تونس. هي خيبة أمل كبرى لأنه ببساطة الثورة كانت حول التنمية وحول الحرية وحول العدالة وحول المواطنة بصفة عامة، فلقوا نفسهم أولا هناك من يريد أن يقسم تونس إيديولوجيا بين ملحد وغير ملحد وحداثي وغير حداثي وبين شمال وجنوب وغير ذلك، معناه فما أطراف تريد لتونس أن تتقسم. يزمنا نقول هذايا طبعا أشعر بمرارة، مرارة هي من خيانة النخبة، أنا أعتبر النخبة خانت يعني لأن الشعب أراد ولكن النخبة لم تؤطر هذه الإرادة، النخبة لم تؤطر هذه الإرادة فكريا، وبالتالي إحنا مشكلتنا سقوط النخبة في تونس. أنا فرحان لتونس لأن فما شباب بدأ يفهم وقاعد يفهم يوميا والمستقبل اليوم هما مش للمسامر المصدى هذي. يا توانسة ما تخافوش، يا توانسة تونس راهو مستقبلها قدام. أنا الأمل متاعي اليوم هو كونه ترجعنا النخوة اللي شعرنا بها في جانفي 2011. نقول هكا الجملة الشهيرة، انظروا إلى جيرانكم نحن رانا خير من الناس اللي دايرين بينا واللي صارت فيهم هالثورات، شوفوا هما وين واحنا وين، ويطمنونا السياسيين التوانسة يقولنا شوفوا الناس الاخرين تو تفرحوا بالوضعيه اللي انتم فيها. نرحب بضيوف بحذانا، خليل برعومي مرحبا، اهلا وسهلا، انت من شباب حركه النهضه، على السلامه بيك. مرحبا مرحبا بيك. نرحب ايضا ماهر عباسي، اهلا وسهلا. مرحبا دكتور ماهر عباسي، انت عملت جوله في عدد من الاحزاب وبعد استقريت في النهايه انك ما تدخل حتى تقعد خارج الاحزاب السياسيه، وبعد شويه نحكيوا علاش الاحزاب، علاش الشباب مش موجود بالكيفيه ولا بالعدد الكافي داخل الاحزاب السياسيه، لانه القيادات القديمه رفضته لانه فماش حوار، لانه يستعمل استعمالا وكهو، يوظف في الحملات الانتخابيه يكون هو الوقود ومن بعد وفات الحملات الانتخابية كل واحد يشد داره، فمش كون يجي يخدم كريمة وكهو ومن بعد يمشي، أما المقتنع بالمشروع بالفكرة حتى بالإيديولوجيا ما تلقاهش موجود في الأحزاب. اليوم كنا نشوفوا الصور هذه متاع أحزاب سياسية مناضلة ما قبل الثورة، اليوم
ما نلقاوهاش ولا نلقاوها بنسب ضعيفة جدا في الحياة السياسية في البرلمان أو في الحكم تقريب شبه غايبين باستثناء وغايبين باستثناء حركة النهضة. شنو رأيك أنت خليل؟ علاش حسب رأيك الأحزاب هذه كون نشوف مصطفى بن جعفر ما يجري بعدد من الناس اللي غابوا مثلا الحزقي كيف كيف يعني غايب اليوم على الساحة السياسية؟ يعني قبل كل شيء في مثل هذا اليوم ما نجموش نحضروا ما نترحموش على شهداء الوطن وشهداء الثورة التونسية وشهداء الحركة الوطنية عموما في تونس، وأيضا كيف كيف كل التقدير وكل الشكر لجرح الثورة ولكل من ساهم في إشعال فتيل هذه الثورة اللي نحن اليوم الحمد لله معناها قدمنا أشواط كثيرة في تقديم كثير المكاسب لهذا الوطن. ما زالت برشا أمور ناقصة ولكن إن شاء الله اللي جاي أحسن. المشهد السياسي في تونس طبعا مشهد متغير ومشهد يعني تقريبا ما بعد 2011 وانت جاي بركان يغلي فيه عديد التغيرات. غياب احزاب وصعود احزاب حضرت فيه لهنا مسائل مختلفه، منها البعد الايديولوجي حضر بقوه، منها الاصطفاف السياسي حضر بقوه ايضا بكل وضوح كان بين المعسكر المحافظ الإسلامي والمعسكر الحديثي اللي خلى برشا أحزاب تندثر أو تغيب في المشهد السياسي، وعوامل كثيرة لعبت دورها لهنا، عنصر الإعلام، عنصر المال، عنصر العلاقات إلى آخره، وموازين قوى داخلية وخارجية لعبت دور كبير. فما أحزاب مناضلة، فما شخصيات مناضلة نتمنى نشوفوها في المشهد السياسي في قادم الأيام، طبعا تونس تحتاجها. مشهد متغير ما نعرفوش شنو مخبينا غدويك. ماهر، هل أنه كان مشكلة القيادات اللي قدمتها الأحزاب هذية الخطاب وإلا نعرفش أنا فلوس أعلام شنو يعني هالماكينات قديمة ماكينات جاهزة ناس عندها ماكينات ناس ما عندهاش، علاش أحزاب مناضلة ولا أنا الأحزاب هذية مهمتها ولا إمكانياتها تقف عند معارضة شخص انتهى ولا نظام وشخص مشى جزء من النظام قعد فاليوم ناس ما عاش مستحقتها معي. أنا ذولي في انتخابات أكتوبر 2014 صار استقطاب ثنائي، فما ناس تحب تخرج حركة النهضة من الحكم وصار ما يسمى بالفوت يوتيل. الفوت يوتيل هذية الناس كل تلمت في مشروع متاع نيدي تونس، والأحزاب اللي ما مشاوش مع نيدي تونس أوتوماتيكمون ما صوت لهم حتى إنسان. اللي كان تفكر في انتخابات 2011 بتاع المجلس التأسيسي فما وقتها 1,300,000 صوت. وعلاش تولد نيدي تونس مخاطر الأحزاب هذه ما قدمتش بديل؟ الأحزاب هذه المشكلة متاعها الطبيعة تقبل فراغ، مش ما قدمتش بديل. الأحزاب هذه كل واحد تبع المشروع متاعه، كل واحد ما حبوش يعملوا مشروع واحد وهما عندهم لميم ايديولوجي، هما الاكثريه نتاعهم احزاب وسطيه. كيف كل واحد مشى وحده الديمقراطي الحزب البي دي بي مشى في الجمهوري من الاول البي دي بي قعد وحده، التكتل دخل في الترويكا، يعني كل واحد منهم كل حزب خذا ثنيه نتاعو، اوتوماتيكمون الناس يقول لك الناس هذوما ماهمش متوحدين ما ينجموش يبدلوا حتى شيء. صارت معارضه قويه للترويكا، الوحيد اللي قدم مشروع الناس حست وانها ممكن يكون منافس جدي للنهضه هو نيدي تونس. اوتوماتيكمون الناس كل تعلمت من درس 2011 اللي تشتت الاصوات نتاعهم، اي ايزون ديسيدي باش يمشيوا الكلهم يصوتوا لنيدي تونس في الفوت يوتيل، وبعد تو نشوفوا شنو عزيز. هو انا اعتقد انه الشباب التونسي هو شباب غير متحزب، لكن هو شباب وطني، بمعنى انه راهو ماهوش عنده معناها ايمان باحزاب معينه. طول الشباب يعني خاطر هذاك الموضوع معناها حتى معايا زوز شباب. حتى زياد مازال شباب راه. زياد نجم نقولوا معناها زياد من القيادات اللي خذت حظها بعد الثوره وناضلت مسيرة طويلة، لكن إن معناها الوقت زاد باش يعديو المشعل لأنه فما زل صغير. لا شوف هذيك مشكلتنا في تونس معناها 51 سنة ومازال طامع في سياسة. معناها أنا ساعات نرى الناس تخرج من حزب تمشي تأسس حزب آخر تجري، معناها بربي بعد 50 سنة و 60 سنة معناها تبدل حتى الأحزاب في العالم، معناها تلقاها قائد حزب ويربح في الانتخابات عمره 35 سنة في العالم الكل. به صحيح فما قيادات نحترموها وناضلت ضد معناها دورها انتهى، مش انتهى، لا فما العمليه الممارسه تاع الاحزاب، فما احزاب راهو ما تحترمش شبابها
في تونس والشباب يعرف وفاهم معناها هو هكا مش يجيبوه معناها يعطيك الصحة أنت باهي أنت متكلماني أنت مش تهبط لحم ومعناها في الحملة الانتخابية وتشوف لنا شكون يقص الخراطات وشوفوا الكرا وكذا والفاعل السياسي الحقيقي معناها اللي يحكم واللي يشرع واللي يوجه واللي يسطر واللي يخطب والخطابة زادة والميكروات وكذا كل شيء هي للصف والرعيل معناها اللي تعارك في السبعينات والثمانينات ويكملوا في عركتهم بعد الثورة وهم راهو صحيح ساهموا في وقوع الثورة لكن ما قادوش الثورة ما همش من قيادات الثورة الثورة مشنوة الثورة التونسية بل قادوها أحزاب ما قادوها شوية شباب متاع الاتحاد شوية شباب بطال شوية معناها شباب متاع المحامين شوية كذا لكن بدون قيادات هم شباب مسيس زاد شوف مسيس لكن مش متحزب معناها هو عنده كيف كيف راهو كي يمشي التكتل كي يمشي المؤتمر كي يمشي الوفاء كي يمشي النهضة معناها عنده كيف كيف المفيد مسيس في الجامعة وفي الجامعة كان فما هاو نرجعوا لمسيس لكن مش متحزب يا ابو بكر كيف بمعنى وجدت الحاجة الباهية في الشباب التونسي يغزل لي احنا ديما نسمع عليه كلام خايب بالعكس الشباب التونسي وطني معناها شوف يعبد الله ويحب الرسول معناها شباب يؤمنوا بالله شباب يؤمن بالقضية الفلسطينية معناها شباب في الفيسبوك تلقاه معناها مهتم بأبسط أبسط معناها التفاصيل والقضايا الإنسانية والدولية لكن شباب راهو ماهوش متحزب معناها مثلا أنا ترشحت 2004 مثلا مع الامدياس حركة ديمقراطيين الشراكين 2009 انتهى الامدياس لأنه انتهى وقت فترة متاع عمري أنا ساعتها باش نشارك فيك 25% اللي عطاها بنا لي باش نتعلم معناها المبادئ الأولى في السياسة بعد الثورة بدل الحكاية تو احنا مثلا هاو شوف الله غالب قدامي زياد اخضر جاي هو معناها من جبهة الشعبية هو معناها جبهة ولات معناها أمناء معناها جبهة أمناء معناها زياد الاخضر هو يحكي عن المحاصمة وقال لي قبيلة تحب تاخذ رئيس قائمة تي مو محاصمة زاد في وسط الأحزاب شبيك تنوم على المحاصمة أخرى في البرلمان رجعنا معناها الشباب هاو قاعد مبنك راهو مثلا شباب نهضة هاو شباب نهضة هاو شباب دار في أحزاب الكل بالك هو معناها فما فرق ما بين الجمهوري وما بين التكتل وما بين وفاء وما بين النهضة وما بين النداء عند الشباب بالك فما فرق كبير وهو تقولهم هو بالنسبة ليه معناها يحب يمارس السياسة ويحب يتعلم اما راهو ايديولوجيا نقضوا مع بعضنا في القهوة ومن بعد للاسف احنا راهو يلمونا في الكاسات نضربوا بعضنا راهو بالحجر هذا شباب النهضة وهذا شباب نداء هو لا لا حتى شيء وهذا شباب جبهة تقول بعد صليوا مع بعضنا الجمعة وبعد نكوروا مع بعضنا وبعد تلقانا في راجل كليوب والله لا فما فرق بيناتنا والاسبيرانس والاتوال والسبيرانس وطج و باهي باهي عزيز عزيز سي معنا نحب بعضنا راهو ما عندناش مشكلة شباب تونس جملة والتفصيل باهي خلينا نختم بهذا وبعد نرجع الموضوع على الشباب زياد هل الأحزاب اللي غبتوا ما عندكم أربع نواب اليوم في البرلمان الوطن جبهة شعبية 15 سنة اللي قبل هذايا انا الخطبة العصماء ذي كنت نسمع فيها يلزمني نتفاعل يا سي زياد بربي انا لا 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 في بلاتو قال لي انت وينك نهار 7 نوفمبر 87 عمري 7 سنين وخننتي على شفتي معناها يا سبحان الله بالك عمري 60 سنة خليه خليه عزيز عايشك 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 والله مرة ما تحب شباب شوية لحظة لحظة عزيز خليه خليه مرة تحب شباب اي ومرة انت تعرفها ما تعرفها بتكلموا الشباب بالحق على اساس هاي لا خير جربت سلطة لحظة يا عزيز عايز اسمع لحظة مش معقول تفضل زيد باي تفضل باي شوف ال حالة التسيس داخل الشباب موجودة وابو بكر قالك في الجامعة كانت الناس مسيسة ومعروفة بانتماءاتها وتعاقبوا على ذلك به. هذا جزء من الشباب ثم جزء آخر تحكي عليه أنت حامل لقضايا وطنية وعنده القلق السياسي الآخري لكن غير منتمي موجود ثم اللي غير مبادي زاد كيف كيف ما يعني ما تعنيش الحكاية ذي يعني مسائل أخرى ما هيش هذا مجتمعنا وهذا ينطبق على النساء وعلى الرجال وعلى الشباب وعلى الشيوخ وعلى الكهول كيف نوصف الحالة هذه؟ الأحزاب تقوم على برامج سياسية وانخراط طوعي متاع الناس أنا نجي أنا وانتي وفلان وعلان نتلموا مع بعضنا نقول مش عامل حزب على قاعة البرنامج هذا كان هذا الأمر يمنعه بن علي يعطي تأشيرة لحزب كيف ما يحبه مثلا أو ناخذ مثالا ثم ناس طلبوه في حزب باش يسميه كذا نادى الناس اخرين اعطاهم التاشيره بتاع الحزب ذاك وهذوك ما اعطوهمش هو يخطا يغزر للوجوه ويفرق الحم هذا خلى انه الشباب هذا ما يلقاش الفضاء السياسي اللي يمشي شنو اللي صار بعد 14 جانفي تحلت الساحه
ظهرت شباب أحزاب. وتحرك لحظة شباب برك. أي. ظهرت احزاب ثم احزاب قديمه معروف دونك الناس جرت لها البي دي بي وقتها النهضة التكتل الى اخره فاهمين مشاول لكن احنا وقتها كنا في مسار ثوره وفي مسار الثوره الزمن يختصر ساعه بحسابها والربع ساعه بحسابه والموقف بحسابه ولذلك في المسار هذين ثم ناس خذت مواقف تحملت مسؤوليتها فيما بعد تحملت مسؤوليه تلك المواقف منعطيك مثال بسيط مع احترامي لهذا الحزب البي دي بي تجمع الحزب الاشتراكي التقدمي الديمقراطي التقدمي اللي كان تجمع قبل بعد 14 جانب اختارت قيادته أن تشارك في الحكومة بتاع سي محمد الغنوش الأولى والثانية ودفعت ثمن ذلك لأنه المناخ العام وقتها محملش هذا الموقف بيه. حزب التكتل دفع ثمن تحالفه مع في الترويكا مع حركة النهضة واللي يحصل لهم اليوم هو نتيجة لممارسات ولمواقف ماهر عديت بعد التجارب بعد الثورة قبل الثورة ما كانش عندك تجارب حزبية تعديت بعد التجارب مشيت أولا البي دي بي أنا ما مشيتش مشيت الجمهوري حسيت كيف شفت الزيدي اللي قالهم الحزب الجمهوري حسيتهم اللي هما الحزب الجمهوري عملوا وقتها الرئيس عبد العزيز بالخوج مش الحزب الجمهوري من بعد ولا الجمهوري بعد ما صار التحالف هذاك دونك حسيت اللي ليزيدي نتاعهم انا قراب منهم دونك حكيت جي ديسكوتي ما دخلتش في الحزب جي ديسكوتي حكيت معهم شويه ومن بعد فهمت بانه لا مش باش نتفاهم اون فيت بوك بو ريزومي معناها رابيدمون انا بعد 14 جانفي حسيت بانه في تونس فما فتنه قاعده تعمل فما فتنه باش تقسم التوانسه لاثنين ناس مع النهضه وناس ضد النهضه والفتنه هذه باش تؤدي البلاد نتاعنا الى حرب اهليه باش نقرا جوست جمله من ان ارتيكل كتبته انا على الفيسبوك في جويي 2011 باش نقرا جمله بالفرنسي وتا نترجمها جمله مش نص جمله جافي بريدي دوبوي لونتون دي اساسينا دو ليدر لايك بور فير بورتي لو شابو ان نهضه اي جو سوي سيرتان كو سو جوكر دور بيان او شو دون لي تيروار دو لا مان روج كي فو امبرازي لو بيي هذا 20 جويلية 2011 كاتب وأني تنبأت باغتيالات ستطال قيادات تنبأت باغتيالات ستطال قيادات يسارية لايكية باش يتم اتهام النهضة لإحراق البلد بالفكرة هذه اللي كانت عندي أنا مشيت للناس نحكي مع الناس نقول لهم يا ولادي ما تهزوناش للفتنة والقسمة تونس ممكن تشعل ما فما حتى إنسان حاب يسمع بديت بالناس اللي ايديولوجيا قرب مني انا قلت لك الحزب الجمهوري بعد افاق تونس حكيت شويه مع مدام امنه منيف في الفيسبوك دخلت في الحزب ما دخلتش في افاق تونس خاطر رابيدمون حسيت وانه فما ديزيدي للقسمه زاد كيف التكتل دخلت انخرطت في التكتل وبو دو كان خطاب ونفس الخطاب وقتها المشكله نتاع التكتل وقت صارت جوستومون بيرسي بوليس اللي هي بالنسبه لي انا كان مشروع فتنه لقسمين تونس التكتل خذا موقف قال وانه هذه حريه ليبرتي ديكسبرسيون واللي هو كان مشروع فتنه واضح في تونس وشفنا شو صار معناها من بعد بيرسي بوليس انا قلت ما قعدتش في حزب يعمل قراءه خاطئه كما هذه شكون قاد؟ قاده النهضه قلت به نمشي للنهضه نقول لهم نحاول نفسر لهم يا ناس ما تاخذوش دي بوزيسيون راديكال باش تساهم في تقسيم التوانسه حكيت معاهم بوندون 5 ولا 6 mois كتبت لهم كتاب صغير فيه اون اناليز نتاع ما تتعاركوش مع المعارضه، ما تسبوش الاتحاد، ما تسبوش السبسي، كي تحكيوا على بورقيبه قولوا الله يرحمه، معناها ديزيدي باش نقصوا لا تونسيون في البلاد. كيف حسيت وانه حتى ما حب يسمعني، قلت لهم السلام عليكم وشديت داري. من بعد خمسه اشهر تم اغتيال شهيد شكري بلايد. دونك من كلامك نفهم انه الفرق بين وعي الشباب الواعي اليوم في تونس والاحزاب السياسيه وخطابها و فما فرق كبير معناها كيفاش تحبني انا نقعد الشباب هارب بالطبقه السياسيه كيفاش تحبني انا نقعد منخرط في احزاب هذا ما فهمت انا نقعد منخرط في احزاب اللي انا ما عندي حتى تكوين سياسي نتنبأ لك في جويي 2011 انه باش يصير اغتيالات في تونس ويلزمك تنقص من التونسيون ومن القسمه نتاع التوانسه وهو حزب عنده كل شيء دي بيرو ديتود وتو سكو تو فو وفي الاخر تصير قدام خشمه الاغتيال هو ما يفيقش انا اسكوش تحبني نقعد معاه هذا ما نقعدش مع حتى واحد هاني وحدي وان شاء الله ماكش ناوي تمشي تدخل في حزب انا ما نقفش
الى اليوم اليوم وانا نحاول نتناقش مع قيادات من الاحزاب اللي كنت تحكي عليها اللي نسميوها اندثرت اونتر غيمي باش نحاول نقول لهم اون ايدي تري كلير يا ناس اتوحدوا التوانسه يشوفوا عدينا من 2011 واحنا نتعاركوا على شنو نتعاركوا على شنو تونس مازالت لها خطوتين وباش تطيح دون زان غافا ما عادش باش تقوم منه الى الابد على شنو قاعدين نتعاركوا نفس الحزب في نفس الحزب اي لطف اي لطف لطف بيان سور لطف اما مازلنا نعملوا حاجه احنا باش 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 ما نطيحش تونس هكا ولا اش قاعدين نعملوا الحزب الواحد اللي انتخبناه باش يحل لنا مشاكلنا عادينا توا ستة شهور واحنا نحلوا له في مشاكله هاو عندنا كفاءات تسير اربع دول تقسم هو الاربع احزاب النهضه ماشوني شيخه دوزيام بوزيسيون ساق في المعارضه ساق في الحكم وشيخه فريمون عاز بوزيسيون ودايوغ سا اكسبليك علاش احتفلوا هما وقت اللي جاو الثانيين خاطر هذيك عاز بوزيسيون خذاهم والاخرين هاوينهم كل واحد هاوينهم بالحق كل انسان قاعد يتهم وشيخ اما تونس شكون قاعد يغفلها شكون قاعد باش يعمل حاجه باش يبدل حاجه في البلاد هذه بيرسون اي دونك بما انه ما فما حد انا ما ندخل مع حد باهي خليل خليل برعومي انت اليوم في حزب سياسي حزب في الحكم ساق في الحكم وساق في المعارضه قال ماهر لاقين بلاصتكم كشباب عندكم تتسمعوا ولا يخدموا بكم سامحني في الحمله الانتخابيه ولا في فيسبوك في الريزو سوسيو وكل شيء ومن بعدك هو معناها صوتكم لا يوصل لا عندكم مواقع لا تاخذوا مواقع الا عدد قليل جدا قداش من واحد يمارس الصوره في حركه النهضه؟ شباب فما فوق العشره 15 شباب كبار شويه معناها مش شباب في عمرك لا لا في عمري بين 25 وال 35 هذا هو المعدل موجود المعدل فما في المكتب التنفيذي ماخذين بلاصتكم كما يلزم نجاوبك اولا يعطيه الصحه ماهر في اللي قالوا ولكن في علاقه بنقطه وحيده تتعلق بالنهضه النهضه في الحكم وتتحمل مسؤوليتها في هذايا واكدت في اكثر من مره انها هي تتصرف بمسؤوليه مع الحكومه ومع الدوله وفي وقت معين كي حتى الحكومه تهزت وتخلخلت شوي كانت النهضه هي عرسه وسند اساسي معناها في علاقه بالحكومه وهذا تقديرنا مساله الشباب سي ابو بكر هي تتعلق حتى بالثورة أنه عفوية الشباب في الثورة وعدم وضوح الرؤية كانوا أهم سببين في هذه الثورة عفويتها وما كانتش فما رؤية لدرجة أنه الشباب عملوا أرضيتها مع بعضها معناها ما كانتش فما أرضية وأجزة باش نمشيوا على الأرضية هذه ولا ما كانتش فما معناها بلانينج حاضر اللي النظام ينجم يدخل منه يخترقه نفس الأسباب هذه هي بعديقة حالة دون أن يكون الشباب فعلا فاعل في المشهد السياسي في كل الأحزاب وفي المشهد السياسي الكل فما عزوف يعني تقريبا كل الأحصائيات ما تجاوزش 10% مشاركة سياسية بين المجتمع المدني وبين الأحزاب ما متعلقش بالنهضة فقط ممكن النهضة أبرك حزب في الأحزاب هذه اللي موجودة فيه بعض الشباب مع نسب محتشمة جدا وهذا نقولوه والشباب الموجود ماهوش كله شباب فاعل وماهوش كله شباب يدي في دور سياسي لانه باختصار فما نظره دونيه للشباب هذه الحاجه نظره الأولى. دونيه ولا عدم فهم لا نظره دونيه من النخبه السياسيه والتعامل مع الشباب كفئه اجتماعيه انه الشباب صغار هذا منطق خاطئ شخصيا اعتبروا انه حتى نتعامل اليوم منطق انه فما تمييز ايجابي للمراه وتمييز ايجابي للشباب وغيره الاصل فيه في العمل السياسي نتعامل بمنطق الكفاءه وليس بمنطق السن وهذا الاصل فيه يصير فلما نحكيه بمنطق الكفاءه حتى ما نوصلوش لمنطق صراع الاجيال اللي ممكن استاذنا تو هو ما يقصدوش ولكن كي توجه بخطابه لسي زياد انه اليوم فما طبقه نحيوها ونجيبوا ماناش في صراع الاصل فيه منطق التكامل اليوم نحن نتعلموا من نخبنا ونخبنا تستفيد منا ونتكاملوا مع بعضنا ونطوروا لكن المشكل هاوين فما مشكل ذاتي حتى من الشباب شاركوا في صنع القرار موجود ولكن بنسب محتشمه جدا وهذا يتعلق كما قلت جزء اي محتشمه جدا جزء منه يتعلق بنخبنا وقيادتنا وجزء منه يتعلق بنا نحن كشباب في حد ذاته نعطيك مثال وانا كنت حضرت معك في الاذاعه بعد ما قابلنا رئيس الجمهوريه وكانت بادره بالنسبه للكثيرين غريبه وغريبه جدا حتى داخل حزبنا لانه دائما الشباب هو في اخر القاطره معناها الاصل فيه فلما كانت هناك مبادره تتعلق اليوم بتقدير مساله سياسيه وان خذنا نوع من حتى وقتها قالوا لكم مشيتوا
لا لا مش صحيح. رئيس الحركة قال لكم شيء وتقابلوا رئيس الجمهورية. كان هذا باقتراحنا نحن، كان هذا باقتراحنا نحن، وكان اقتراح من الشباب، وكان اقتراح من الشباب، ونحن اقترحنا وزكي هذا القرار ومشينا في هذه المبادرة. لكن في نفس الوقت معاك أنه فما شباب يخضع لمنطق التنظيمات، ولهنا نحكيه على منطق التنظيمات، أنه شباب تونس بكله ما عاشش منطق التنظم إلا في أقليلة عاشتها في الجامعة داخل الاتحاد العام لطلبة تونس، وإلا داخل الطلبة المستقلين. بعد الثورة بدا يتنظم بدا يتعلم يتنظم، بدا يتعلم يتنظم، بدا يتعلم يتنظم، وهذه إشكالية أخرى. حب يتنظم، كانت عنده الرغبة أنه يدخل في الأحزاب، معقول، في التنظيم، في ذكر المجتمع المدني، صح، ذكر الجمعيات اللي تخلقت واللي نشط فيها شباب بدرجة عالية جدا، واللي تشوفها تستبشر تقول فوالا الشباب التونسي بدا يتحرك، شباب واعي، يوم بعد جبد يده وكأنه أيس. وهذا هذا السؤال زياد، معناه كانوا اي خنطونجيك كانوا فما يأس عند الشباب، ما عادش خطابكم لا يعني برامجكم لا تعنيه، لانه ما يسمعهاش البرامج هذه، يعني كل النقاش اللي يصير اليوم يصير حول معناها حاسيلو كل شيء كان المضمي كله ايديولوجي ايديولوجي تموقع ايديولوجي وكاو. ما هي نسعى خليني ثم بعض الملاحظات، بعض الملاحظات ما عادش عندنا برشا وقت، ميسالش، اما هاني انا ما وسعت بالي باش نسمع برشا راهو. اي ما باس زياد خاطر راح نسمع الجزء الاول نسمع لك مليح، دونك توا نسمعهم هما اكثر. وقت اللي يتم الحديث على الصراع في تونس باعتباره صراع ايديولوجي، وراهو ثم الحداثي منا والاسلامي مغادي الى اخره، هذا راهو انا ما جبتوش مثلا ولسنا مسؤولين عليه الصراع هذا. وممارسات من نوع بيرسيبوليس وإلى آخره، واستدعاء عناصر الهوية والتباكي عليها وتخويف التوانسة لأنه هويتهم في خطر، ما هوش احنا خدمنا عليه. احنا قلنا نحبوا صراع برامج، شو عندك مقترحات في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلى آخره، وكنا نتصوروا في انتخابات 2011، وأنا ما زلت أحتفظ بال وما زال حزبنا وحركتنا وقتها تحتفظ ب الوثائق اللي روجناها في الانتخابات، كنا نحبوا نقاش على كيفاش نأسسوا الجمهورية وكيفاش تحكيوا على الدستور القادم، وغيرنا كان يحكي في حكايات أخرين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يعني احنا ما حليناش البلاد على مصراعيها لدعاية ايديولوجية معناها ما 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 غريبة وعجيبة وتستهدف أصلا معناها نمط حياة التوانسة والطرق وإلى آخره، مش احنا وما حطيناش تونس مجال للفتح الإسلامي مرة جديدة. لكن راهو يلزم نفهمه اللي في اللحظة هذيك كان هنالك مشروعين للمجتمع التونسي وما زالوا مطروحين. حاجتين توا، إما أنه نجموا نعيشوا مع بعضنا، خلينا نتفهموا اللي البلاد هذه راهي تنجم توسعنا الناس كلها، توسعنا على قاعدة الاعتراف معناها الإقرار بمبدأ التعايش، الاقرار ما فيها برشا هذه ما نقعدش فيها برشا والتداول السلمي خلينا نحكيوا على بما يخص الشباب على الفئه هذه هكا رجعت المشاكل الشباب. الاخرى وحتى هو ما تعنيهمش فيما يخص الشباب، فيما يخص الشباب، يعني الشباب راهو معناه اذا كان نحبوا نقولوا تو هو ذكر الشباب انه 10% اي نحبوا نحسنوا اكثر من 10%، لكن في الوضع الراهن وقت الشباب يعيش هذا البؤس الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفي صحته وفي دنيته كلها وما فماش امل، شو تحبوا تحبوا يسمع كلام معناه ما نجمش يواصل يسمع كلام، ما ينجمش يبقى يتفرج في انه هو خرج ويغير. لا لا خلينا نتفاهموا ساعه، ما ينجمش يبقى يسمع في هذا البشان ينخرط ويغير هما 10% هذوك. واحنا هو حكى على حزبه، خلنا نحكي احنا شويه على احزابنا. انا في حزبي اللي ننتمي له انا واللي انا من العام اليوم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، عنده جزء من الشباب، عندنا تلامذه وعندنا طلبه وعندنا معطلين على العمل وعندنا ناس بشهيده وعندنا ناس تخدم وهم من فئه الشباب، وهو يعرف جزء منهم ودرس معاه، وعندنا شكون منهم في جيله هو في مكتبنا السياسي ونعول عليه اي ما تعويل. وانا نحب نقول لك حاجه، انا قبل ما نبداو الحصه كنت بصدد النقاش مع واحد من شبابنا على 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 ملاحظاته هو على بيان الحزب، يعني ما عندناش احنا فضاء مفتوح للتفكير يستوي فيه الجميع
اللي شايب واللي مازال صغير واللي تلميذ واللي جا البارح واللي جا اليوم. من بعد ثم اطر تنظيميه هذيك تفصلها، ونحن مدرسه نتاع اجيال متعاقبه. انا واحد من جيل من الاجيال هذه، تلامذتنا اليوم كان انت تستقبلهم في برامجك تو يجيو يحكيوا لك على برنامج حزبهم وعلى مقترحاتهم في الحركه التلمذيه وفي من عرش ايش وفي كل ما يهم الشان العام. واللي ذوب اللي تكتبوا لهم في البيانات، احنا نكتبوا لهم بياناتهم تلام. لا، هم يكتبوا بياناتهم وحدهم، يعرفوا ذوب يعرفوا يكتبوا بياناتهم وقارين ومستوعبين درسهم ومتثقفين ويقراوا ومع الناشي محاذير في مطالعاتهم. ماهر عباسي، صوره في الاخر دونك تحكيوا على شباب فئه 10%، مستغرب انك نسمع 10% منخرطين موجودين في الهياكل نتاع الاحزاب، يقول لي النسبه اقل برشا انه حتى 10% ما جاوش ما جاوش يصوتوا 10%، معناها هذوما يقول لي ما خلطناش 10% من الشباب في الانتخابات الاخرانيه منخرط وما يصوتش، يقول لي صعيب شويه. دونك علاش مشكله خطاب؟ فقد ثقه في الطبقه السياسيه نتاع تونس الكل، واذا فقدها كيفاش ترجع؟ الدور نتاع السياسي هو انه ينجم يفهم الوضع نتاع البلاد ويمونتخ لو شومان للشعب، يقول له هذه ثنيه لازمك تبعها. بورقيبه الله يرحمه في وقت اللي حتى انسان في العالم العربي ما فهم لا سيتياسيون ولو كونفلي اسرائيلو اغاب، جاء قال اقبلوا بالقرارات نتاع الامم المتحده. بالعربي الصراع العربي الصهيوني. مثال شاني انا نقول بالفرنسي وانت ترجم لي بالعربي. لا ما نترجملكش، اما اسمه الصراع العربي الصهيوني. سي زياد خليني نكمل الفكره نتاعي لو سمحت. لو كونفلي اسرائيلو باليستينيا وقت اللي صار، بورقيبه جاء قال اقبلوا قرارات الامم المتحده. اون 62 ضحكوا عليه. انا بعد ولي معجب بالشخص هذا بعد ما ماتوا، هاني معجب به لانه عنده افكار واضحه. إلا كومبري لا سيتياسيون، فهم الوضع اللي موجود وقتها. احنا السياسيين اللي عندنا اليوم ماهمش فاهمين حتى شيء. احنا عندنا سياسيين وقت مبالغ فيه ماهوش فاهمين حتى شيء. نقول لك انا نحكي على فئه معينه من السياسيين. عندنا سياسيين وقت وقع اغتيال الشهيد البراهمي، التحقيقات نتاع الارهابيين تقول انه احنا اختلنا الشهيد البراهمي لاحداث الفوضى في تونس، صحيح ولا؟ مو هذا هو المخطط نتاعهم ولا؟ عندنا سياسيين خذوا ديسيزيون وقتها باش يحلوا جميع مؤسسات الدوله ويبعثوا في العباد باش يخرجوا الولايات من الولايات نتاعهم لاحداث فراغ وفوضى. يا اخي انا كي نجي نشوف نلقى سياسي متاكد انا النيه نتاعو باهي، متاكد من هذا ما عندي فيه حتى شك، ولكن ياخذ ديسيزيون تمشي في المخطط نتاع الارهابيين، كيفاش تحبني نسمع انا هذا؟ كيفاش تحبني انا نعطي، كيفاش تحبني انا نتبعه سياسي كيما هكا؟ هذوما ناس سو ليفي دو ليموسيون، وقت اللي تصير له حاجه حدث يزلزل ولا بمنطق الربح السياسي. هاني انا مشيت في حسن النيه، قلت كي يصير له حدث يزلزلوا، إلى انكابابل باش يفهم العدو شو يحب، العدو نتاعنا يحب يحدث الفوضى في تونس، وانت تمشي تقول لي باش نحل المجلس التاسيسي ونحل. تسمح بسؤال؟ بسال زياد فضل، تفاعل تفاعل. سؤال مش تحليل، سؤال. هذه وثيقة وصلت لوزارة الداخلية. نعم. تنبهها من أنه سوف يقع اغتيال مناظم سياسي اسمه الحاج محمد البراهمي. صحيح. صحيح. أه؟ لا يعلن على هذه الوثيقة. لا يبلغ الشخص. لا تتخذ الإجراءات لحماية هذا الشخص. أعطيني سياسيين شنو نعمل وإحنا وش نقول؟ نجاوبك أنا؟ إذا كان وزير الداخلية أو الوزير الأول وصلت له المعلومة، مش إذا كان وصلت عاد توا وصلت عاد وتم الإقرار. سألتني خليني نجاوب. مش إذا كان، قول رأي وصلت. أنت سألتني خليني نجاوب. لو نثبتوا أنه وصلت المعلومة قبل اغتيال الشهيد محمد البراهمي. من ثابتة هذه. إذا كان وصلت المعلومة للوزير الأول ووزير الداخلية نثبتوا هذا يلزمهم يتعداوا على المحاكمة. اما انا متاكد، عندي معلومه متاكد انه وقفت الحكايه، عملوا اون بوتيت انكيت وقالوا لا سافا ما فماش، هو اخلال عظيم، اما هي ما وصلتش الحكايه. ولو حتى كان وصل يا خويا نطالب. رجعني الموضوع نجيك عزيز، كيفاش رجعوا الثقه للشباب؟ كيفاش اليوم هل الطبقه السياسيه الكل ترجع الثقه للشباب حتى ينخرط، حتى يتسمع، حتى يعطي رايه، حتى يتفاعل ويدخل يتفاعل ويولي يفهم ايش صاير في البلاد، ويولي عنده يطرح افكار، ويولي حتى في حياته الخاصه نجم يستفاد معناه. صحيح. به كيفاش رجعوا الثقه؟ سؤال هو المركزي تو، على خاطر راهو لازم نفهم الثورة التونسية صراع بين الأجيال، صراع بين الطبقات وصراع دولي.
راهو باش نرجعوا الثقه، راهو لازمنا نركزوا على حكايه النبز اللي ياخو فيه شباب تونس. راهو اذا نظرنا ونعاودوا ننظروا اش عمل البوعزيزي المرحوم، راهو تنبز حرق روحه. اذا ننظر كعالم في السياسه مشاريع الدساتير اللي تقدمت بعد الثوره، نلقى راهو برشا شباب تونسي مشى معناها المناطق ساخنه لانه يجد فم القياده. راهو شباب تونسي هاو مبدع يا سيدي في سوريا، هاو مبدع في الارهاب، هاو قيادي كبير بين ظفرين مبدع. اي مبدع، خاطر شوف التصعيد الثقافي للشاب التونسي كيف تحكره وتمارس معاه ممارسه دونيه اللي كان يحكي عليها الاخ، وتخليه حقيقه انه كانه معناها او كمفعول به داخل الاحزاب هذيه، يتعاملوا معاه كانه معناها عايش ولدي ايجا من هنا امشي من غادي، ويلقى روحه في الواقع ولا لا على باله بما يقوم به القاده والسياسيون والتصريحات، حتى شريط الاخبار ولا الشباب في القهوه يتفرج عليه يبدا يضحك. معناها راهو الشباب فعلا لا ينتمي لهذا معناها السفير هذا السياسي، ماهوش منتمي لها جمله، ماهوش عايش معها، عنده أهداف أخرى حتى سياسية وطنية، عنده نظرة أخرى، ماهوش راضي على الأداء متاع الفاعلين السياسيين، على الأحزاب، على القادة، على البرامج، على الشكل متاع التقديم. كيفاش يرجع؟ باش نرجعوا هذايا. بديت نقلق شوية من الخطاب هذايا، معناها هذايا الخطاب الممهدات متاع الدكتاتورية وعودتها. الخطاب هذا لأنه يأس وما ثبى شيء ويئس وما عنده ثقة في حد والناس كل كيف كيف وتستوي الرؤوس، هذا يرى مش خطاب زياد، هذا مش خطاب، هذا مش خطاب، وهذا يرى قاعد يتخدم عليه في الإعلام التونسي، تو قاعد يتخدم عليه. ونحن ننبه من هذا، ننبه أنه سعى رغم السياسيين الكل ما همش كيف كيف، واسمعوهم تو تشوفوا الاختلافات وقارنوا القول بالفعل. يعني اليوم إذا ثم مشكلة احنا في تونس وعند الشباب، هو أنه يرى أقوال لا تقابلها أفعال، وهذا مشكلة حقيقة، لأنه احنا تو نعيشوا في لحظة يتم فيها هدم الفضاء السياسي، باش ما عادش نشوفوا ثم سياسة، باش نلغيوا السياسة من شكون؟ من حياتنا. من الشاب ولا من حياتنا. من ولا من الفعل السياسي في حد ذاته؟ إذا احنا تو خليني الإعلام ولا هو مسالش معناها إذا كان اليوم واحنا سامحني أنا خطت فيه هذا، أنا نسمعك. لا لا ما فهمتش شكون اللي خطت فيه في الإعلام وخطت فيه، من فضلك خليني لا لا بربك فيش، لا عايشك كان هو جاي في مهمة معناها، ما فهمتش. لا مش في مهمة، مش في مهمة، هذا خطاب قاعد يتكرر من قناة القناة ومن شخص لشخص، وأنا مانيش باش أنا هو قاعد يكرر في قولي، القول هذا يلزم نوقفوا عنده. راهو اليوم احنا ونحن ليله 14 جانفي. نعم. اليوم نقولوا للتوانسه، الناس اللي يحبوا يأسوكم من اللي عملتوه. لا لا بالعكس، بشبابي. لا 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 على شبكات التواصل الاجتماعي وناس تحب تقول لنا راهو بربي خلي يرجع بن علي ورانا غلطنا، لا سيدي ما غلطناش، وراهو بن علي كان تواصل كنا باش نخرجوا على كارثه اعظم من اللي خرجنا عليه، وراهو اليوم نحن بصدد التعافي، وراهو الوضع هذايا لن يستمر اذا التوانسه يكونوا واقفين، واذا التوانسه يصبروا اكثر من هكا. ونحب نقول للتوانسه راهي المسارات الثوريه لا يمكن ان تختصر في بعض الاشهر ولا في بعض الايام ولا في بعض السنوات، رانا باش نعيشوا مصاعب، ورانا ثم معارك يلزمها تتواصل، وراهي ثم ثقافه يلزمها تخرج، وراهي ثقافه جديده يجب ان تتاسس، ثقافه ان نحاسبوا بعضنا، وثقافه ان نختلف، وثقافه انه نصوتوا لبرنامج دون اخر. شكرا سي زياد، بارك الله فيك. سي خليل حبيت تعقب. موافق سي زياد في كلامه الحقيقه اللي قالوا، معناها انا ناكد على حاجه مهمه ابو بكر، انه فما مشكل في النخبه السياسيه في الجيل القديم هذايا، اللي خاصه انه هو عاش عطاله تقريبا عن العمل السياسي فتره طويله زاده معناها، واليوم هو متشبث ايضا بحقه في ممارسه السياسه ومن حقه ذلك، ولكن زاده من حق الشاب انه يلعب دوره. انا نقول انه فما عنصر موضوعي يتعلق بالظروف اللي نعيشوا فيها اليوم نحن كشباب، ويتعلق بالنخبه نتاعنا والجيل القديم، ومساله ذاتيه على الشباب انه يلعب دور المبادره. معركه الشباب اليوم ليس فقط انه يفك مكانه، لا،
ولكن انه يخوض حتى معركه التجديد اليوم داخل النخبه السياسيه في علاقه بالفكر، في علاقه بالبرامج السياسيه، في علاقه بالمشهد الحزبي والسياسي اليوم اللي مار كما كان يقول معارك ايديولوجيه واصطفافات، وهذا كل شفناه اليوم تتحول المعارك الى معارك نتاع برامج، معارك اقتصاد، معارك تنمويه الى اخره. هذا نشوف شخصيا اليوم اللي الشباب ينجم يلعبوا، نلعبوه نحن من داخل حركة النهضة، يلعبوه الشباب من داخل الوطن، يلعبوه الشباب من داخل حزب العمال ومن داخل نداء تونس ومن داخل جميع الأحزاب ومن المجتمع المدني. لأن الشباب اللي اجتمع في القصبة واحد وفي القصبة اثنين، والشباب اللي اجتمع في الجامعة وخارج الجامعة قادر اليوم يكون بوصلة حقيقية ويكون صمام أمان لحماية ثورته ويحقق أهداف الثورة. اليوم نحن انتقلنا من حراك ثورة إلى نفس ثوري موجود في الأحزاب، موجود في الشارع، موجود في الأحياء، موجود في الحراك التلمذي. كيف نستثمر هذا النفس الثوري ونحوله فعلا إلى مكتسبات الشاب التونسي العادي البسيط اليوم يأس؟ أنا في حومتي، نمشي حومتي العمرة، لا على حي انطلاقة ولا حي تضامن القريبة منا دي كيما الأيام هذه هي أول الحوم اللي في تونس تحركت. الشباب يأس فعلا، صحيح فما تناقض بين الخطاب والممارسة، ولكن جزء منه الشباب في حد ذاته سلبي في بعض الأحيان، يلزم يلعب دوره. ونحن في حد ذاتنا كشباب موجودين داخل الاحزاب يلزمنا نلعبوا دورنا. انا ماهر قلت له قبل ما ندخلوا ما كاركش خرجت من حركه النهضه، كارك بقيت وعاركت وضربت فوق الطاوله وتفك بلاستيك، لانه افكارك ما تنجم تطبقها كان ما تتموقع، ومش عيب انك تتموقع وتبحث على مكان متقدم من اجل انك تنزل افكارك، وهذه هي المعركه الحقيقيه. نعم. ليس من اجل التموقع وانت ما تستحقوش، ولكن تكون صاحب كفاءه. نعم. صاحب رؤيه. نحن اليوم عندنا شباب داخل الحزب موجود في المكتب التنفيذي، وهو شباب يمثل جزء كبير من شبابنا، وهذا حتى في البرلمان اللي عدد عن الاعداد لاباس به من النواب الشباب. زياد ماهر عمل تعقيب وخلينا نمشي للتقرير. انا دخلت لهدف واحد فقط، مش نقول فما جايه فتنه في تونس، بدلوا خطابكم قبل ما توصل فتنه. وقت اكدت انه مش نسمع هزيت روحي ومشيت، والنتيجه هاكا وصلنا لها، وتوا تبدل الخطاب بعد الاغتيال الاول، بعد الاغتيال الثاني فهمنا وتبدل الخطاب. ان شاء الله في المشاكل اللي جايتنا تبدل الفكر ولا لا؟ الله اعلم، انا ما ندخلش في النوايا. الخطاب يتطور، أنا الفكر أنا ما يتبدلش، يتطور. انا جوج الخطاب فقط، الخطاب تبدل وتبدل بالقدا. ان شاء الله في المشاكل اللي احنا قدامنا ما نقعدوش حتى نخطسوا فيهم باش نبدلوا الطريقه اللي احنا قاعدين نحلوا بها في المشاكل ان شاء الله. خذينا بعض المدونين اللي بلوغور اللي كانوا شاركوا في كانوا موجودين برشا على وسائل التواصل الاجتماعي، وينهم اليوم؟ هما زادة يبدو أنه جزء منهم كبير غايب. عرفت الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي في 2011 ظهور عديد الأسماء على الواجهة كمدونين، واليوم تغيرت أولوياتهم من بين الأسباب. قبل الثورة شنو الدور اللي قاموا به الناشطين على الانترنت مدونين لآخره؟ هو دور الإعلام البديل. يعني وقت اللي كان الإعلام الرسمي ولا الإعلام التقليدي ماهوش قاعد يغطي في الأحداث اللي صايرة في البلاد، الناشطين هذوما قاموا بالدورة ذي. فرق اللي قبل الثورة ما كانوش برشا ناس يتكلموا، وإذن كيما دار فارغة وعبد يرمي فيها حاجة، كنا كي نتكلموا صوتنا يكبر، وكنا نحكي برشا على حرية التعبير ومشاكل كمان هكا، توا كثروا القضايا. دونك عندنا حلين، يتعدي وقتك وانت تحكي وتعارك وتوقف كل شيء تولي ما عادش تخدم، اما كان عندك خدمه وحياه الى اخره فليزمك تختار القضايا تحكي عليها. من الاسباب اللي خلت المدونين ولا الناشطين الحقوقيين بصفه عامه ما يظهروش بعد 14 جانفي بصفه متكرره، غير على خاطر في بلاصه ما نعملوا الحاجات اللي نحن لازم نعملوهم ولا نجموا نعاونوا بهم البلاد، هلا غالب قاعدين نضيعوا في الوقت مع حاجات مفروضه علينا، وقعدنا كل مرة من قضية لقضية. معناها فما قضايا صارت من 14 جانفي، ومهما كانت الحكومة اللي موجودة كل مرة فما يا إما فما قانون يلزم نتصداو له. خيبة الأمل اللي صارت لبرشا توانسة بعد الثورة، يعني سوتو خمسة سنين بعد الثورة، ساعات الواحد يقول وين ماشيين، اش قاعدين نعملوا، ظهر اللي قاعدين نعملوا فيه ما يصلح لحتى شيء إلى آخره. بالطبيعة فما الشعور هذا والإحساس هذا، وفما ناس اللي ولات جاب درواحها كومبليتمون ايست وما عادش تحب تظهر في الصوره، وتقول يعني ولات تخمم نوعا ما في عبثيه المجهود اللي قاعده تقوم به. ويبقى المجال التدويني من ابرز العوامل اللي اسهمت في كسر حاجز ايصال المعلومه بين الثوره في ظل مشهد اعلامي شبه منغلق.
دونك خذينا من بعض المدونين وقتها في الايامات هذوكم ايامات ما قبل 14 جانفي، واليوم قلنا راهو هما بيدهم رماو المنديل، معناها ساي ما عادش عندهم حتى يراو انه ما عادش عندهم دور، انتهى دورهم وقت ممكن عندهم ادوار اخرى نجم يقوموا بها. عزيز، المدونين هم شاركوا في الثوره التونسيه معناها بكثافه، وبعد الثوره بعد ظهور بعض التدوينات او زاد في الفضاء الافتراضي فما تجيش، فما ميليشيات اخرى دخلت في معناها افتكت الفضاء واصبحت حتى اشاعات وتشويه للمناضلين، تشويه الشخصيات، تشويه حتى معناها المواطنين، يكبروا ساعات معناها ناس في الفيسبوك مسائل ما عندهاش اهميه بواقع تونسي. اذا بعض المدونين راوا معناها هم مش راوا معناها الفضاء اصبح متاح باش الناس اخرى تكتب، وفما اللي شكون مشى يكتب معناها في جرائد ورقيه ما عادش يكتب كمدون، وفما شكون دخل تجارب اخرى، لكن تبقى التدوينه ككل هي صمام امان، معناها سلطه ايضا من سلطة الشعب والمواطن باش يراقب وباش يلزمهم زاد يرجعوا للفضاء، معناها يلزم ديما واحد كما نقولوا احنا ينقد ويرصد ايضا يرصد. فما منظمات زاد ظهرت بعد الثوره معناها ترصد هذه وتدونها، فما مواقع باهيه برشا، ديما يلزم هالحراك ذا المجتمعي على الفضاء يكون موجود، خاصة زادا مش مشكل يكون متحزب زادا، لكن ما ينتصرش معناها لقضايا معينة بقدر ما ينتصب كحارس معناها للحقوق والحريات ويدافع عن الناس في الفيسبوك. المدونين لابد منهم. خليل، تبديت مدون وكنت حتى في الانتخابات معناها من الماكينة الإلكترونية متاع حركة النهضة، لا؟ يعني تقريبا نكتب انا بحكم اختصاصي، انا نعمل علم اجتماع ونكتب ونحاول نحلل مع بعض اخواني. عموما معركه المدونين والاعلاميين متواصله، هي معركه الوعي اللي اليوم نحن في حاجه لها، وهذا المشكل انه نحن كشباب نعيشوا اشكاليات مع انفسنا الحقيقه، انه نحن لبسنا الثوره وعشنا الثوره وكسرنا صنم ديكتاتوريه مع اجيال ومع ناس مختلفه ومناضلين مختلفين، ولكن معركه البناء فعلا ما لقيناش فيها رواحنا لاسباب عده، منها اشكاليه التنظم او حتى خارج الاحزاب وخارج المجتمع المدني كل واحد من اختصاصه، لقينا صعوبه في انتاج البديل او في التفكير في البديل الحقيقه، باستثناءات موجوده الاستثناءات، ولكن عموما كشباب خلينا نكونوا واضحين، نحن وين تربينا؟ تربينا في مجتمع بن علي، في دوله بن علي ومدارس بن علي، بين المسارح الاسفاف وبين المدارج الكوره اللي هي ساهمت في انتاج الثوره على فكره، وتحيه كبيره لولاد الفيراج بجميع انواعها اللي من غاديك انطلقت نداءات الحريه. فلقينا رواحنا فما اشكاليه اليوم في انه نخوض المعركه السياسيه، كي نلقاو الشاب ناضج سياسيا اليوم وحاضر انه يخوض المعركه السياسيه فقلنا وانا در، وهذه فرصه نستثمر فيها. فما اشكال في انه النخبه والطبقه السياسيه بين ظفرين القديمه ما هيش قاعده فعلا تراهن على الشباب، ولهنا ما نحكيوش على الشباب شخصيا، ضد انه يقع التعامل معه كمفعول به، ولا النقاش نحن نتناقش اليوم كشباب والله كاشكاليه مجتمعيه الى اخره، ماهوش صحيح. علينا ان نتعامل مع الشباب كعنصر اساسي في بناء مجتمعنا الحديث، نتحدث اليوم على الشباب كعنصر اساسي داخل الدوله، اليوم علاقتنا بالدوله، الشباب 20 سنه عاش علاقه يعني متوتره مع الدوله بين قوسين، اليوم حاشتنا باش نبنيو علاقه جديده مع الدوله، نحن تسبينا كي مشينا قبلنا الرئيس، يعني يطرح مفارقه عجيبه لانه ما زلنا نتعامل مع الدوله بالمنطق القديم ما قبل منطق 13 جانفي في 2011، ونحن اليوم 13 جانفي في 2015، كيفاش نستوعبوا اللحظه الجديده اللي نحن عايشين فيها؟ جزء منه تتحمله الطبقه السياسيه، يتحملوا الاعلام، يتحملوا عده معناها جهات، وهنا معركه المدونين، معركه المدونين اساسا علاش؟ لانه اخر احصائيه تقول اكثر من 5 ملايين تونسي يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه لهنا نداء للمدونين بجميع اطيافهم واختلافاتهم انهم يعطيونا اراء موضوعيه، انهم يخدموا على معركه الوعي اللي هي باش تحدد بعديك شكل دولتنا وشكل مجتمعنا ان شاء الله. ماهر، كان عندك تعليق على هذا؟ ما عندي سؤال، 5 سنين انت بالنسبه ليك وخرنا قدمنا ولا واقفين في نفس البلاصه؟ عام 2011 في تونس زرعنا زيتونه، وفي ليبيا ومصر واليمن وسوريا كل واحد كل شعب حاول يزرع زيتونة. الهدف أنك تزرع زيتونة ما تخليهاش تموت وما تخليش كون يقلعها. مالوغوزمون 5-6 سنين باش تبدا تعطي ثمارها زاد. اكزاكتومون. مالوغوزمون الزيتونة اللي تزرعت في ليبيا وسوريا واليمن ماتوا. واللي تزرعت في مصر قلعوها. وأحنا الزيتونة اللي عملناها في تونس شادة بقعتها والجذور نتاعها قاعدة تغطس في القاع. وتولي سوليد وما ينجم حتى واحد يقلعها. هذا مكسب
اكسترا اوردينير، احنا ما نجموش نشوفوه في تونس فيو اللي عندنا مشاكل، ولكن اللي يخزر من الخارج يفهموا انه تونس صارت فيها حاجه اكسترا اوردينير. واتونسيون، اذا كان فشلنا نقعدوا ب 3000 سنه لقدام ماهيش بتصير ثوره في البلاد هذه. نكبشوا في الزيتونه هذه وامبوسيبل كيما قلت انت، امبوسيبل زيتونه باش تعطيك تجيها بعد عامين ثلاثه تقول لها يجي اعطيني الزيتون ولا اعطيني زيت، لازمك تصبر عليها ويلزم خاصه تخدمها. تخدم، احنا في تونس اللي يقوم يقول لك اعطيني حقوقي، اعطيني نحب تزيدني. انت شنو عملت تونس؟ شكون قاعد يخدم فيها البلاد هذه؟ حتى حد، الكلنا اولهم انا، اعطيني حقوقي، اعطيني شنو نحب، شنو هي البلاد هذه؟ اجا نخدموا مع بعضنا الناس الكل. والسياسيين جوستومون هاو علاش انا جو سوي ديسيو منهم، ما فما حتى سياسي يقوم للتوانسه يقول لهم من هنا 5 سنين القدام ما كنتش تاخذوا حتى شيء، باش نعيشوا ظروف صعيبه، عندنا حرب، عندنا ارهاب، عندنا ظروف اقتصاديه صعيبه، مانيش باش نعطيكم حتى شيء. هما يجوا يعملوا في الحمله الانتخابيه يقول لهم انت مش واحد يقول لهم باش نعمل لكم 400,000 مواطن شغل، الاخر باش يقول لهم باش نعمل لك 7% نمو، وين نعم. هذا؟ باهي نختم معك زياد نصف دقيقه. يعني انا مش ننطلق من الزيتونه. وعجبني لان نحبوا برشا المثال تاع الزيتونه. وهي الشجره المباركه اللي عندها معنى كبير ياسر في حوض البحر المتوسط قاطبة. اذا احنا زرعنا الزيتونه في بلادنا بطبيعه الحال لازم نرعوها باش تكبر الزيتونه هذه وننتظر انها تعطي ثمار. هذا اكيد. لكننا نحب نذكر ان نحن ساهمنا في اقتلاع وقتل، جزء منا ساهم في اقتلاع وقتل زيتون غرس في سوريا بتسفير شباب تونس اللي قال عليه الشباب بكري انه مشى يبدع، ما مشاش يبدع، هو مشى تابع التابعين يبدع باعوه بالراس باش يمشي احتب في محرقه لا علاقه له بها. واحد اثنين بسرعه زياده بسرعه باش نقصوا عليه. راهو اذا كان نحكيو على ان يلزمنا نخدمه، هذا اكيد لازم التوانسه الكل تخدم، فماش واحد ما يلزمش يخدم ونحن في مرحله صعيبه. لكن اللي نتحدث عليه احنا هو تقاسم التضحيات، والجبهه الشعبيه وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ياكدوا لانه اليوم ثم جزء من التوانسه يجب يضحي اكثر من الاخرين، خاطر الاخرين ضحوا بما ما عادش ينجموا يضحيوا اكثر من كده. شكرا زياد الاخضر الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكرا لك ماهر عباسي، شكرا جزيلا خليل براوي بارك الله فيك، شكرا لك عز بن سليمان. قبل ان شاء الله نهار الاثنين الجاي في شكرا على الحضور في نفس التوقيت 9:30 على الوطنيه الاولى. تصبح على خير، شكرا لكل مشاهدينا، الى اللقاء.